والآن مع كلمة السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أرحب بيكم مرة تانية، سعيد بوجودكم وسعيد بالنقاش والحوار اللي تم خلال الثلاث أيام اللي فاتوا دول. ولما احنا اتكلمنا على ان احنا لما أطلقنا موضوع الحوار زي ما بدأنا في إبريل الماضي وقلنا ان احنا محتاجين نتكلم مع بعض أو نسمع بعض، يمكن كان في كتير من الناس متصور ان احنا هو الموضوع موضوع سياسة يعني، ولا بأس انها تبقى سياسة، لكن كان الهدف منها ان احنا فعلا محتاجين نسمع بعض اكتر. الظروف والتحديات اللي موجودة في العالم في المنطقة وفي بلدنا محتاجين ان احنا دايما على الاقل يبقى في تواصل بيننا، نقدر نبقى شايفين مع بعض حتى رغم الاختلاف بالايه اللي موجود قدامنا. وانا يمكن في بدايه المؤتمر او امبارح لما كلمت قلت كلام، ف الناس قالوا لي انت تقصد ايه؟ انت احنا بنتكلم في المؤتمر الاقتصادي وانت كلمت في حاجه خاصه بموضوعات اخرى. انا كنت شايف ان الموضوعات ديت موضوعات متصله باللي احنا بنتكلم فيه. لما كلمت على البيئه السياسيه كنت اقصد بيها برضه واحنا بنتحرك عشان نعمل اقتصاد، هل البيئة السياسية اللي موجودة في منطقتنا وفي الإقليم وحتى في مصر تسمح لنا بأن احنا كل اللي احنا بنتمناه نقدر نعمله بغض النظر عن صحته؟ أوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. أوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. كل الاقتراحات اللي اتقالت ديت، أنا آسف إن أقول لكم، أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها. أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها. إنما ازاي تعملوها؟ ازاي تعملوها؟ انا كلامي هيبقى كده في البدايه. كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى احنا ملتزمين ان احنا نعمله. منسق صحيح. احنا ملتزمين ان احنا نعمله لان احنا ما عملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت، نستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الاخر خلاص. لا، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدوله وكحكومه ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومه وهي بتقول ده قابلت مشاكل، اكيد هتقابل. لابد يكون للمؤتمر ده اليات مستقره مؤسسيه تستطيع ان تكون موجوده مع الحكومه بشكل مستمر. ليه؟ عشان واحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديت قابلتنا مشكله نتكلم فيها ونقول الموضوع ده كذا كذا كذا. فانا بقول بالاضافه لان احنا ملتزمين ان احنا نعمل كل التوصيات اللي تم التوافق عليها، لكن انا بقول لكم عشان نجاعه الاجراء اللي احنا بنعمله محتاجين يبقى فيه للمؤتمر الاقتصادي، ومش للمؤتمر الاقتصادي بس، لكل منصه الحوار اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. انتوا كلمتوا قلتوا مجموعات عمل ممكن تبقى موجوده لصالح طرح ما تم التوافق عليه والمسار اللي احنا متحركين عليه اعلاميا. وانا كنت اتكلمت في بدايه الموضوع وقلت البيئه السياسيه والبيئه الاجتماعيه والفكريه والثقافيه وحتى البيئه الاعلاميه. اذا احنا بس عشان الكلام ما يبقى مترتب، انا متفق معاكم يبقى المؤتمر يتعمل كل سنه. ده كلام مهم جدا جدا. وافتكروا ان احنا كنا من 5 سنين ولا اكتر كنا حريصين قوي قوي ان احنا نعمل منصه حوار، كنا بنقول ان المؤتمر ده هو مؤتمر الشباب هيتم تناول فيه قضايا الدوله كلها مش قضيه شباب فقط، حتى القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والفكريه. وكنا قلنا ان احنا من كل شهر ونص او شهرين نعمل ده، ولكن الحقيقه ونجحنا ان احنا نعمل ده بشكل او باخر في المحافظات كمان، ثم سنويا حتى على مستوى العالم. جت كورونا يمكن والظرف الاخير ده، يعني 3 سنين ما قدرناش نكمل بنفس المستوى اللي احنا كنا بنتمناه. اذا انا بس عايز اكد تاني، منصه اقتصاديه مستقره تكون موجوده معانا وتلتقي كل سنه ونقول
ده كشف الحساب اللي هو انا كحكومه وقياده يجي لي دوريا كل 3 شهور تقرير بالانجاز اللي احنا قدرنا نحققه. خليني بس وانا بكلم الدكتور ضياء نكمل الكلام ده بقى في النقطه اللي تسري هذا اللقاء وتكمل على ما بداناه. احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزه تتكلم مش سياسي بس، اقتصادي، اجتماعي، اعلامي، وثقافي، وديني كمان. وانا اتصور وقبل ما نقول ان احنا يعني انهينا موضوع الحوار الوطني بشكل متكامل نستفيد منه كلنا، انا متصور ان احنا عايزين نعمل حاجه تانية زي ما عملنا الاقتصادي واتكلمنا كلنا والدوله اتكلمت ايضا في التحديات اللي موجوده. انا متصور ان احنا محتاجين نعمل ده ايضا في الملفات التانية. يعني ايه؟ يعني انا هديكم شويه امثله صغيره كده والهدف منها فقط، قلت لكم ان انا بشارك معكم هنا مش كرئيس مصر. بالمناسبة ولما بقول الكلام ده الناس بتفتكر ان انا بدغدغ مشاعر الناس. انا ما بعتبرش نفسي رئيس لمصر. انا بعتبر نفسي انسان طلب منه التدخل لحماية وطن. بس. طب والله انا صادق. اصل ادبيات الرئيس حاجة وأدبيات المواطن حاجة تانية. أدبيات السياسي حاجة وأدبيات المواطن حاجة تانية. أدبيات الرئيس حاجة وأدويات البطل حاجة تانية. البطل حاجة تانية. مش عايز يعيش ويقعد عليها هنا. هقول لكم شوية حاجات كده عشتها خلال الفترة اللي فاتت. احنا بنقول كلام جميل مع بعض ان شاء الله. ساعه ما حصل الاحداث بتاعت 2011 و12 و13 فالدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ وسايبنا ليهم ليه؟ وهم هيعملوا فينا ايه؟ الجيش يعرف اللي انا بقوله ده كويس. وبرضه قاعد المفكرين يفهموا ده كويس. الجيش ده جزء من المؤسسه التنفيذيه للدوله، جزء من الكيان ويخضع لرئيس الجمهوريه. كان مين اللي علم الراجل ده انه ينتبه ويعرف ان البلد دي داخله على حرب اهليه ولابد ان هو يكون ليه موقف. الموقف ده ممكن يكلفه ايه؟ حد ادنى استمراره في الوظيفه. حد ادنى استمراره في الوظيفه. حد اقصى حياته. هو كان عارف ده كويس وفاهمه ولا حد علمه له؟ طب انا بقوله ليه دلوقتي؟ لان الواقع اللي احنا ماشيين فيه ما اتغيرش كتير عن اللي احنا كنا موجودين فيه ساعتها. تقول لي ده 7 سنين. 7 سنين في مسير الدوله مش كتير قوي. وتم التحرك بالشكل اللي يرضي ربنا، اللي يرضي ربنا خلال المرحله دي، واعطاء فرصه كامله للناس اللي كانت موجوده بالنصيحه الامينه المخلصه الشريفه، وبالمهم اللي بتفهم. اللي ايه؟ اللي بتفهم ان في قضيه كذا وكذا وكذا. في ناس من مجلس الوزراء كانت موجوده هنا في الوقت دوت. في ناس كانت معانا في مجلس الوزراء في الوقت اللي انا كنت فيه وزير وانا بقول القضايا اللي احنا بنتعامل معاها. فكنت بقول كل حاجه ليهم كلهم بما فيهم القياده. طب بتقول برضو ده ليه؟ لان كانت الموضوع شريف قوي
والشرف ما بيتجزأش، ما بيتعملش شويه وينتهي ويبقى خلاص بقى، يبقى سمه متغيره، ده شخصيه بقى متقلبه، شخصيه خائنه. لا لا لا، الرزق على الله، الرزق على الله. بمناسبه الرزق على الله، وانا بتكلم في حد بعد ما خلصت المطبره قال لي انا عايز يعني، ما انا بكلم ناس كتير يعني، فقال لي يعني بتتكلم كتير عن ربنا ليه؟ قلت لهم حبيبي، حبيبي وغالي علي، حبيبي وغالي علي، وانا اللي شايف، انا اللي شايف هو عمل ايه معاكم. طب واحنا لأ؟ لا، ممكن تكونوا شايفين، بس انا شايف اكتر. والله 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 كرمه على مصر فوق خيالكم، والله 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 كرموا على مصر فوق خيالكم. ف يعني يقول ان الحق سبحانه وتعالى عندما يذكر في ملأ، اللي هيذكره في الملأ ده يوم هو يذكره في ملأ افضل منه. من اتكلم واتكلم واتكلم بكل احترام وحب، بس هو يقبلني، بس هو يقبلني ويقبل ما اعمله، ما افعله في مصر يقبله. نرجع بقى تاني للموضوع بتاع الفتره ديت. يا رب يا رب يكون بيحبني صحيح. نرجع بقى تاني. فالمهم ساعه لما جانا حصلت الاحداث، فانا وعملنا البيان اللي كان بيان لو حد بيحسبه كويس قوي، ما هو ده تكمله الحوار الوطني يا دكتور ضياء، ده تكمله الحوار الوطني. ساعتها لما جيت عملت البيان ده كنت حريص على ان انا احافظ على التماسك الهش للدوله المصريه ومجتمعها بما فيهم الفصيل ده. معقول؟ لاجل خاطرها، لاجل ان هي مش مستحمله اكتر من كده. خرب، خلصت. والمصافه كنت ببقى موجود في مجلس الوزراء، فكانوا يقولوا لي احنا عايزين نحافظ عليك، انت الايقونة بتاعتنا. انا بقول لكم كلام اتقال، انت الايقونة بتاعتنا، انت البطل. جميل. طيب هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ بكلمكم بجد والله، انت البطل اللي حافظ عليك. ايه هو حد ممكن يدي ظهره ولا ايه؟ لا، مش ليا انا، ظهري ربنا، ظهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل، اللي يقدر على ربنا يتفضل. نرجع تاني، كنت اتكلمت على البيئه الاعلاميه وقالوا يعني ايه تقصد ايه؟ فهجيب لكم من كل كلمه قلتها مثال على الفكره، مثال على الفكرة. ايه الفكرة؟ في الترشح في اتنين من الاعلاميين الافاضل اللي انا بقدرهم وبحترمهم قالوا نعمل معاك لقاء، نعمل معاك ايه؟ لقاء. قلت طيب كويس. فجيت قبل بعد ما خلصت اللقاء معاهم، فقالوا لي ايه؟ احنا ما نمناش امبارح. ما ايه؟ فقلت لهم ليه؟ قال اصل انت ازاز ما حبش ابدا نلمسه. ازاز ايه؟ ما نحبش نلمسه، لان اللي اتعمل كتير قوي، فاحنا لازم كنا شايفين واحنا بنتكلم معاك وبنعمله نخلي بالنا كويس. بعدها بكام شهر كنا بنفتتح مشروع للمناطق الخطر، فحد قال السجادة الحمراء ماشيين عليها. يا بعد كم شهر كده اتغيرتوا؟ لا، انتوا ما اتغيرتوش. اسمعوا اللي هقوله لكم ده كويس. انتوا مش عارفين السياق الاعلامي المطلوب لادارة الدولة دي في المرحلة دي لمدة 20 سنة. السياق الاعلامي مش خدمة الرئيس. السياق الاعلامي خدمة الفكرة. انت عايز توحد الجهود،
أدبيات التعامل مع الواقع ده في ظروف اللي متمر بيها مصر ما كانتش مناسبة. أدي نقطة. هتكلم على الأدبيات أو الثقافة أو البعد البيئي للدين. وأنا والله العظيم ما أقصد أي حاجة. مش محدش يزعل. كنا بنتكلم على أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الديني. فمرة وقلت يا جماعة الواقع اللي احنا بنشوفه في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية اللي موجودة في بلادنا محتاجة مش إعادة طرح فهم عصري مش لثوابت الدين، لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات اللي بتبقى في كل مجتمع وكل بس. وجيت مره اتكلمت على وثيقه ان الطلاق تبقى وثيقه مكتوبه لحمايه حقوق الناس. وبعدين من غير ما اذكر اي اسماء او مؤسسات، فتقال لي احنا طرحنا الموضوع ده على لجنه علميه متخصصه، نسبه كبيره منها وافقت ونسبه قالت لا. طب كويس، طب ما اقرتوش ده ليه؟ قالوا اصل انت قلته، ولما تقوله انت لو احنا وافقناك يبقى احنا ايه؟ بندعم مين؟ بندعم مين؟ السلطه. الكلام ده بيعكس الفهم اللي محتاج يتطور تجاه يعني ايه دولة ويعني ايه دور. لو انت دايما حطيتني انا في مكان وانت في مكان تاني، ده مش حقيقي صح. احنا دايما مع بعض. واظن التعبير انت سمعته مني كتير. فبمجرد ان انا طرحته زي ما احنا بنتكلم فيه كده بقى غير قابل للتنفيذ لاحسن. هيقولوا ايه ده انت مشجع ايه؟ يعني تسيب الحق لاجل الكلمه دي؟ طب ما بقيت الموضوعات الاخرى. طب انا كنت بتكلم مع وزير العدل من كام شهر كده، مش كده يا دكتور عمر؟ طب هل لو انا طلبت منك انك تحكي هتفتكر كل اللي قلته ولا بامانه؟ طب من فضلكم ادوا له. اصل ده يوم جميل النهارده. النهارده يوم جميل قوي والله. حد يجيب. شكرا يا دكتور مصطفى، كتر خيرك. انتوا عارفين ان اكتر واحد بيتعذب معايا في الحكومه مين؟ الدكتور مصطفى والله العظيم. والله العظيم صحيح. يعني جنابه بقت قد كده. اتفضل. من فضلك افتكر او تقول انا اقول. اتفضل. اتفضل يا فندم. انا يعني هنتكلم في الزواج والطلاق ولا نتكلم في النسب ولا نتكلم في الافكار اللي سيادتك كنت بتطرحها ان احنا نقدر نحسن بيها موقف الاسره المصريه. يعني سيادته كان في افكار كتيره بيقولها واحنا فعلا بنشوفها على ارض الواقع، وجبنا الاحصائيات وجبنا كل الادوات اللي تقدر تمكننا ان احنا نصل الى حقيقه الموقف في الاسره المصريه. الاسره المصريه الحمد لله بفضل التوجيه والمفتاح اللي فتحه سيادته في هذا الباب اللي كان مغلق وكان مقفول، احنا عملنا حاجات كتير فيه. يعني لقينا فعلا لما نيجي نتكلم على توثيق الطلاق، توثيق الطلاق كل الجهات وافقت عليه وقالت هذا شرعي. زي ما الزواج بيوثق يبقى الخروج وهو الطلاق يبقى موثق، والكل وافق على هذا. لما جينا نشوف برضو أسباب الطلاق، الطلاق احنا بنتكلم في ايه؟ هل الطلاق ده مجرد كلمة الواحد بيقولها يبقى يقع بيه الطلاق، ولا الطلاق ده له شروط وموجبات ويتحقق بيها؟
فعلا لقينا ان في كثير من حالات الطلاق لا يستحق ان يقال عليها طلاق، ولكن كانت بتدون بمجرد ذكر الكلمة. هل المأذون بيقدر يتحقق ان الطلاق وقع فعلا ولا لا؟ ما كانش بيقع، ولذلك احنا بفضل التوجيه اللي قاله سيادته عملنا دورة كبيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف والإفتاء ودار الإفتاء للمأذونين، وتبان ان برضو ان كان محتاجين فعلا دعم فكري وثقافي وقانوني للمأذون علشان يقدر يقول هل في طلاق وقع شرعا ولا لا، لان اللي بيكتبه بيدونه ده بيترتب عليه استمرار أسرة، يا خراب أسرة. لما جينا بنتكلم برضو على حاجات زي التحليل، سلامة العقد وسلامة العقد. سلامة العقد فضل. والتحليل من ضمن سلامة العقد التحاليل. يعني ايه التحاليل؟ احنا داخلين، وكلمة سيادته ان احنا لازم نبقى داخلين على نور، على نور على ايه؟ هل هذا الانسان قادر على الزواج وموجبات الزواج وتبعات الزواج؟ هل هذه الست قادرة على هذا العمل ولا لا؟ انها داخلين على بناء أسرة، هل محتاجين نبقى فيه تحاليل وتبقى الدنيا واضحة، محتاجين ان يبقى فيه ايضا التكلفة المادية يبقى فيه وضوح، محتاجين اشياء كتيرة قبل ما يحصل الزواج نتحقق منها كأسرتين. لان سيادته برضو كان قال احنا العريس جاي من بيئة، العروسة جاية من بيئة، الاتنين علشان يقعدوا مع بعض لازم هيبقى في قدر من الاختلافات، لازم الكلام ده يثقف ويتقال لهم. هل احنا لما نصل قبل الزواج نكون في اتفاق على كل هذه الامور؟ هل هذا يؤدي الى استمرارية الزواج ولا يكون معقد للزواج؟ لا، هيؤدي الى الاستمرارية، لان احنا داخلين على نور والعقد مبني على أسس صالحة صحيحة وشفافة. فكل هذه الأمور احنا شغالين عليها، وشغالين يعني على قانون الأسرة الجديد إن شاء الله هنعرضه على سيادته في خلال الفترة القليلة القادمة. في أسس جديدة مبني على إحصائيات علمية زي ما سيادته قال، احنا عايزين نشوف واقع مجتمعنا إيه ونحط أحكام على هذا الواقع، لكن ما نبنيش نصوص قانونية على لا شيء افتراضية فقط، لا، نشوف واقعنا فيه ايه ونبدأ نحط النصوص القانونية على هذا الواقع علشان تكون كل الامور واضحة قدام المجتمع. ان شاء الله هيبقى قانون الاسرة الجديد ان شاء الله هيعكس كل اللي سيادتك طالبه، ان تبقى الامور فيها شفافية في الزواج، وايضا تضع حلول جذريه لمشاكل الطلاق بحيث ان احنا نحافظ على التوازن بين الرجل والمراه ونحافظ على الاسره المصريه، وان شاء الله هتكون المعلومات كلها مبشره ان شاء الله في القريب. طب اتفضل دكتور عمر. شكرا. انا بس عايز اقول نقطه مهمه هنا لكلام الدكتور وزير العدل. يعني انا قصدت بالكلمه دي واحنا بنطرحها ان احنا لما اتكلمنا في الموضوع دوت احنا الاقتصاد امر مهم جدا، ما فيش كلام، الحقيقه الناس هتعيش ازاي؟ لا، بناء امه مش مبني فقط على اقتصاد، بناء امه مبني على حاجات كتير قوي من ضمنها الاقتصاد. لكن لما اتكلمنا في النقطه النقطه ديت انا رحت رابطها بموضوع تاني، قلت ايه؟ لما انا طرحنا فكره النقطه ديت بتاعت التوثيق، يعني الكل تبارى وقال لا. الموضوع مش لا ليا، حجم الضرر الناجم عن ده على المجتمع يساوي كام؟ وانتوا اجراءاتكم يا بتوع ربنا لمجابهته بس، مش اكتر من كده. هل النهارده ال 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 البيئه العلمية من 1400 سنة لدى كل مواطنين الأمة في ذلك العصر تساوي البيئة العلمية والفكرية والثقافية للمجتمع اللي احنا موجودين فيه في مصر وفي العالم العربي والإسلامي كله؟ لا طبعا، مع تنوع وتعدد واختلاف. إذا لو احنا النهاردة لما بتكلم على البيئة الدينية وانتوا بتتكلموا في الاقتصاد، طب لو أنا النهاردة واخد مسار إصلاح اقتصادي قاسي مؤلم
انت كمؤسسات دينيه اسلاميه ومسيحيه هتعمل ايه؟ انا اللي قلته في الاول ان كل اللي اتقال ده اي، وده مش تقليل من اللي اتقال، دارس هيقول لك الناتج المحلي وعجز الموازنه والدين العام والاستثمار والهوتماني مش كده يا دكتور اهلا ولا ايه؟ والهوتماني طب ما لما هو سهل كده ما عملناهوش ليه؟ إذن لابد ان احنا نكون فاهمين ان في اجراءات اخرى متكامله مع الموضوع ده عشان ينجح. يبقى هل النهارده المؤسسات الدينيه الاسلاميه والمسيحيه في مصر هتكثف جهودها لدعم مسار الحكومه اللي هو مسار الحكومه ده ايه؟ هو عباره عن الشعب وكله لاداره شؤونه لفتره زمنيه بما فيهم انا. يعني انا مش ولا الحكومه من حته والبلد من حته تانية، احنا حته واحده. احنا ايه؟ اذا يبقى مؤسسات الدوله لابد انها تساعدني في كل اجراء مش طبقا لقناعاتها، لا طبقا لفهم واسع وفكر عميق لحجم القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. طب لو ما عملش كده، لما حد يتكلم في الاعلام ويقول لي كرتونه البيت زادت 10 جنيه، انت بتساعد في المسار ده؟ معناه ان انا رافض الفكره؟ لا ابدا، بس الادبيات اللي انتوا بتجيبوها وتشتغلوا بيها قد لا تتوافق مع واقعنا يا جماعه، قد لا تتوافق مع واقعنا. احنا محتاجين حشد للاتجاه. هقول لكم حاجه، اتقال ايه على تشجيع الاستثمار الاجنبي؟ طب انا لكل اللي بيسمعوني بما فيهم رجال الاعمال المصريين، لما تقعد تتكلم وتقول ايه مش سايبين لنا فرصه، الاستثمار مش واضح، في حد بينافسنا، انت بتدي بيئه جاذبه ولا بيئه طارده؟ لما تيجي تقول ايه لا ده احنا مش مفيش فرصه، ده بيضيقوا علينا، ده بيعملوا، انت بتقول كلام مش واخد بالك انك انت بتضر نفسك. طب انا اجي لك ليه؟ اذا كنت انت يا مستثمر مصري ورجل اعمال مصري بتقول لا، اجي لك انا؟ الكلام اللي انا بتكلم فيه ده يمكن يكون ملوش علاقه خالص بفكره التشخيص وايضا التوصيات اللي اتحطت، لكن هي دي كانت عباره عن الملاحظات اللي انا شفتها كمواطن مصري من اداء. انا هديكم مثال، والكلام اللي هقوله ده مش بقول كلام، ده كلام حصل. فجينا على موضوع المواني في مصر، المواني في مصر. طيب المواني دي تم طرحها قبل كده في اطار يعني الاستثمار الخاص، ولا بأس، ولا بأس من كده، كويس. لكن انا لازم كمسؤول وانا ببص على القضايا ديت اشوف التاريخ واشوف النتائج. لو لقيت النتائج والتاريخ بيساعدني في الاستمرار في هذا المسار اكمل، لو لقيت ان انا محتاج اعدل اعدله، لو ما عدلتوش يبقى انا مش قادر اتعامل بالمرونه الكافيه وبالكفاءه الكافيه مع التغيير اللي حصل، هفضل زي ما انا. انا جبت المواني لانها كان يعني موضوع كده، فكان في احد المواني عندنا، المينا ده اتعمل من 25 سنه وما اتطورش كتير. ما اتطورش ايه؟ كتير. يا جماعه طب عايزين نعمل شبكه مواني تليق بدولة تستطيع أن تقوم بمهام لوجستي في منطقتها اللي هي بتتميز بموقعها الجغرافي. ممكن دكتور زياد يقول لي إيه؟ يقول لي التوصية ديت. أقول له طب أعملها إزاي؟ يقول لي خلي القطاع الخاص والمستثمرين يخشوا يعملوها. أقول له طب يلا. أقعد سنة اتنين خمسة ما اتعملش. مش ما اتعملش عشان، لكن هو ده الموضوع ده عشان نعمله كامل يا وزير، مش كده؟ من السخنة اللي بتكلم عليه كامل وزير قال له المينا ده يتعمل كله، مش كده يا كامل؟ فقال لي يا فندم ده عايز 40 50 مليار جنيه. عايز يتعمل بكام؟ 40 50 مليار جنيه. قلت له يتعمل يا كامل. قال لي ما أنا صريح وما بخافش.
أبدا إلا من الله سبحانه وتعالى. أعملها كامل. قال لي معيش فلوس. قلت له الجيش يساعدك. طب أنا في رجال أعمال مستعدية تدفع 40 مليار جنيه لكامل الوزير عشان يعمل الميناء ده اللي ما نعرفش العوائد بتاعته هتبقى قد إيه، من أجل بناء قدرة وانطباع لدولة قادرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية. طب دي واحدة. محور تعمير في اسكندرية. يا كامل الوزير هتعمل المحور ده ليه؟ قال لي يا فندم اعمله في 3 عمالي. صح كده؟ يعني يا كامل؟ قال لي يا فندم يعني ان شاء الله ندخل 21 22 ولغاية ان شاء الله 24 25. يا كامل المحور هتكلف كام؟ قال لي يعني 14 15. مش كده؟ 5 حارات. صح كده؟ اوعى جيش اعمل لي ده 8 حارات وثمان حارات. سنة تسلمه لي أو سنة ونص. صح كده؟ أنا سمعت ناس بتتكلم يقول لك إيه؟ اللي عايزين بس نشوف الدنيا الناس اللي موجودة هنا بتعمل إيه وبتاع. لا لا لا. الباطل باطل. ونتبعه الجميع. والحق حق. وإن لم يتبعه أحد. الباطل باطل. الكلام ده بقوله لكم مش دفاع عن حد. لو انا ما مشيتش، لو مشيت على الكلام، كل الكلام اللي بقول اللي بيتقال ده، دي تجربه، تجربه حكم 7 8 سنين. وزي ما قلت قبل كده وبفكر لكم، هي عباره عن 10 ساعات يوم على الاقل لانسان منتبه جدا لها، وشاف ان المسار لو استمر على انه ياخد الكلام كله قد يكون في بعضه سليم يتنفذ وبعضه ما يتنفذ. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بقول لكم كلام. المحور ده خلص واتعمل، وقلت له كملوا كمان 15 كيلو في اتجاه برج العرب عشان يبقى 50 55 كيلو. هيبقى بكام؟ 30 مليار. تنزل الجيش يعمله. انا لما جيت عملت اول لقاء، ده كامل. اول لقاء مع المستثمرين في فتره الترشح. فقلت لهم انا متصور ان انا محتاج 100 مليار جنيه عشان اجابه الاثار اللي نجمت عن الحاله اللي افرزتها حاله الثوره في 2011 و2013. الانطباع اللي طلع، وخفت قوي ان هو الانطباع ده عندهم، ان انا جاي يا دكتور، جاي اخد مال الناس. ده لا يرضي ربنا ولا هيرضي ربنا. لا طبعا. لكن لازم نشوف المسار اللي مشيت بيه الدولة خلال الـ30 سنة ونشوف النتائج وإيه. وإلا هنبقى نفضل إحنا زي ما إحنا كده. في جزء كبير جدا من اللي اتعمل، الناس النهاردة يكلمني على طريق وكوبري، كوبري إيه؟ ده ما فيش حاجة فيك يا مصر. هو حد يزعم من الكلمة اللي هقولها لكم كلكم. كانت واقفة على حيلها. والله العظيم. عايزين تعرفوا مصر عاملة إزاي؟ روح حديقة الحيوان. يعني ايه؟ شوفوا حجم التردي. حجم ايه؟ شوفوا حجم المنشآت. شوفوا حجم السلبيات. شوفوا حجم التعب اللي بتتعمل. انا قلت المسارات المتوازية في الحلول. حد قال لي ما تاخد الحديقة تعملها. قلت له لا. انا اعمل 10 حدائق وما اعملش حديقة الحيوان بالطريقة دي. ده بتخش على الحديقة من هنا تلاقي كل الناس بتتكلم حديقة الحيوان والخضرة اللي موجودة فيها والأسود الجميلة. الله 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 الله. ايه ده؟ ايه ده ده ده؟ أنطونيادس في اسكندرية. ايه اللي فيها؟ نباتات نادرة. طب روح شوفها بس. روح شوفه. اخش على المنتزه يقول لك لا الناس اللي قاعده هناك احنا بقى لنا 25 سنه. ما يصحش كده. ما يصحش كده. ما يصحش كده. يعني انا بقول الكلام ده ملوش علاقه كتير بالمؤتمر، لكن دي البيئه اللي انا بتكلم عليها. البيئه اللي هي احنا بنفكر في حياتنا ازاي، واحنا بنتكلم وبنساعد بلدنا ازاي. انا قلت كلام كتير.
يعني الحكومة بتقوم بجهد جبار كلها بصراحة، لكن أي موضوع عايز أخلصه، أي موضوع عايز أخلصه يا محمد يا زكي بقول إيه؟ بقول يا محمد يعمل إيه؟ يعمله بس، خلص كلمة فضل يا محمد. أنا بحييك وبحيي الجيش. طب بقول كده ليه؟ عشان أنا منه؟ لا والله، لا والله العظيم، لكن أنا بقول كده عشان بسجل ليك وللتاريخ اللي الجيش عمله من إمتى؟ من بعد ما خد طعنة نجلاء في 67، وعاد درس، والعوز والحوجة اللي هو عاشها، واللي كانت سبب من أسباب جولة لفنانين عظام يروحوا يعملوا كده عشان يجيبوا دعم ليه في حربه المقدسة. قلنا لا يمكن أبدا، للدروس بنتعلم إن الجيش يبقى كده تاني. طب يبقى الأمن القومي المصري متعلق في رقبته؟ أيوة، زي ما حصل في 2013 و2011. طب يبقى متعلق في رقبته في إنه يكمل ويبقى يدعم ما أمكن؟ أيوة. ده دور يعمله؟ أيوة. يعني الكلام ده هيزعل الدكتور مصطفى، والله هيزعل الدكتور مصطفى. طيب أزعلك بجد يا دكتور مصطفى؟ أصلا أنا على هوا خالص يعني. فالمينا اللي بنتكلم عليها دي تبقى أحسن مينا في الدنيا كده. شوف أنا بلبس بقى إزاي. مين عنده حل تاني؟ مين أبو قير أخش جوه البحر 3-4 كيلو؟ أحمد، أخش يا أحمد عشان أضيف 7 مليون متر. 7 مليون متر فين؟ لمدينة الإسكندرية اللي غرقانة في التجاوز. 7 مليون متر جوه المية، وأعمل أرصفة فيها 22 متر، مش كده أحمد؟ وعشان 15 كيلو، مين ده؟ مين اللي بيعمل رصيف 15 كيلو ده؟ أني شركة في العالم؟ أنا عايز أقول إيه؟ لما حد بيسألني بيقول لي إيه؟ أنت مش خايف إن التغطية الإعلامية اللي مش موجودة للواقع اللي بتعمله يبقى وصل للناس؟ رديت عليهم قلت لهم الناس موجودة في كل حتة شايفة الشغل قدامها. اللي ساكن في المقطم يشوف، واللي ساكن في المرج والمطرية اللي ما بيخشهمش غيري، وعين شمس وكده يشوف عشان نغير حياة الناس. فأنا بقول الكلام ده لأن ده الارتباط بالإصلاح الاقتصادي والمسار دوت والحوار المجتمعي يا دكتور ضياء. الحوار اللي احنا بنعمله مع بعضنا عشان نبقى احنا كلنا بنتكلم لغة واحدة. اتفضل يا احمد. بنتكلم لغة واحدة. تبقى شبكة المواني اللي موجودة عندنا، ايه اللي يحصل يا كامل؟ قول بيجروا عليك ازاي؟ هات التليفون الميكروفون لو سمحت. اه يا كامل، كامل احنا فندم بعون الله. احنا كان عندنا في مش هقول 2014، لا سيادتك 2020 كان عندنا في كل المواني المصريه 35 كيلو أرصفة، منها 3 كيلو فقط هم اللي هم بتوع شرق بورسعيد اللي عمقهم 17 متر 18 متر يسمح بدخول مراكب عملاقة كبيرة. ما كانش حد بيبص لنا. شرق بورسعيد 3 ولا 5 كان؟ سيادتك 3 الأولانيين، سيادتك اللي هم بتوع مرسك، دول اللي كانوا موجودين سيادتك في 2020. الخمسة فنم اتعملوا في إطار الخطة الجديدة اللي سيادتك أقرتها عشان يبقى فيها إن شاء الله بإذن الله 13 كيلو، كانوا 3 قدام وعملنا 5 وفاضل 5 مرحلة تانية. الأمانة قدامكم كلكم سيادة الرئيس كل يوم يقول لي ابدأ فيهم. أنا أقول له يا فندم طب نسوق اللي موجودين ونخلص اللي موجود وإن شاء الله بإذن الله نبدأ فيهم، وأنا بوعد حضرتك إن شاء الله
ان احنا باذن الله 2024 هنكون خلصنا 75 كيلو وبدانا في الخمسه بتوع شرق بورسعيد. المهم يا فندم احنا كان عندنا خمس خطوط ملاحيه عالميه، اكبر خمس خطوط في العالم، اصبحوا ما بيخشوش المواد المصريه. كلهم هربوا من مصر، راحوا يعني مش عايز اسمي، راحوا بيريوس يا فندم في اليونان، وراحوا تمام يا فندم، راحوا سيادتك مواني اخرى، واصبح ما عادش عندنا تقريبا غير خط او اثنين هم اللي بيخشوا المواد المصريه كلها. حطينا خطه يا فندم بتوجيه سيادتك عشان نجعل مصر ان شاء الله باذن الله مركز للتجاره العالميه واللوجستيات. حطينا خطه يبقى عندنا 75 كيلو في نهايه 24، يبقى عندنا 75 كيلو ارصفه ومحطات. كان من شانه ان احنا فعلا بمجرد ما احنا بدانا ننفذ، عندنا يا فندم النهارده اكبر خمس تحالفات عالميه في عالم المواني، سواء مشغلين او خطوط عالميه. هاتشسون الصينيه رقم واحد في العالم، يورو جيت الالمانيه رقم اثنين في العالم، هاباج لويد رقم واحد في او رقم ثلاثه في الخطوط، عندنا كوسكو، عندنا ام اس سي، عندنا سي ام اي، عندنا اكبر خطوط ملاحيه في العالم. ان شاء الله باذن الله في 24 زي ما وعدنا حضرتك ان شاء الله باذن الله تكون مصر فعلا مركز التجاره العالميه للوجستيات، مش فقط المواني، المواني الاصول المصري يا فندم كان عندنا في وقت من الاوقات مملوك للدوله فقط 103 مركب، وصلنا من سنتين تقريبا ثلاث سنين ما كانش عندنا غير 13 مركب فقط مطلوب ان هي تنقل كل تجاره مصر. يمكن انا شايف الدكتور محمود محي الدين بيهز راسه ورايا لان هو شاهد على هذا العصر وشاهد على هذا الكلام. 13 مركب غير كافيه ابدا ان هي تنقل تجاره مصر. احنا يا فندم دلوقتي في الوقت اللي احنا واقفين فيه حضرتك صدقت ان احنا نشتري سبع مراكب، اثنين مركب للوطنيه للملاحه وخمسه للقاهره للعبارات. احنا فندم ان شاء الله باذن الله زي ما وعدنا حضرتك ووعدنا اهلنا وشعبنا وبدعمك وبدعم المصريين اللي معايا والقطاع الخاص اللي فعلا مشارك معانا، احنا عندنا 75 كيلو ارصفه، ارصفه عمقها 18 19 متر، عندنا رقم واحد واثنين وثلاثه مشغلين في العالم كلهم بيتصارعوا عندنا. امبارح يا فندم بعد اللقاء اللي عملناه في المؤتمر الاقتصادي عندنا مواني من او شركات عالميه من ابو ظبي، عندنا من قطر، عندنا من الصين، عندنا من المانيا، جايين غير اللي موجودين عندنا علشان مش عايز اقول يتخانقوا او يترجوا ان احنا ياخدوا مواني، ولكن يا فندم طالبين مواني وان شاء الله باذن الله تكون هذا كامل مركز التجاره العالميه كفايه ان شاء الله كفايه كامل. انا هقول كلمه هنا عشان مهم قوي ان انا اقول الكلمه ديت. انا اللي بيتكلم في 35 وبيتكلم في 35 زيهم، يعني اللي اتعمل في تاريخ مصر كله خلال ال 100 سنه ولا اكتر بيتعمل في خلال اربع خمس سنين. طيب انا بقول للقطاع الخاص المصري بقى الاول، انت مستعد تخش؟ انا خلصت. انا ايه يا كامل؟ خلصت. انت مش هتتكلف حاجه. عايز تجيب تحالفات تشتغل معاك معانا؟ انا خلصت. بتكلم للي خايف على فلوس مصر. بتكلم للي خايف ايه؟ على فلوس مصر. واقصدها. دي احنا لما اتعمل يعني الصندوق بتاعنا يا دكتوره عمل شويه حاجات كده وقال لك انتوا بتبيعوا الحاجه واصولنا حرام عليكم. مش كده يا دكتوره ولا ايه؟ والدنيا كلها كلمت على ان كده، هو الموضوع كله بكام؟ اللي بتتكلموا عليه. طب انا بقى بقول لكم تاني، انا جبت الموضوع بتاع المواني كموضوع ممكن يعني نشوفه مع بعض. نشوفه ايه يا فندم؟ مع بعض. أنا عشان أعمل ده كنت أستعد أخش، كنت هخش في نقاش ثلاث أربع خمس سنين عشان حد يجي ياخد، وبعد ما ياخد يجيب تمويل عشان يعمل، وبعد ما يمول يبتدي يشغل. يعني أأجل الشغل كام سنة؟ 10 سنين. باللي إحنا ماشيين بيه ده الوقت وقت العمل بس، ووقت العمل أنا ضاغط على الدنيا كلها إنها تخلص إمتى؟ إمتى يا كامل؟ لا 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 امبارح. الخلوص امتى يا فندم؟ امبارح، مش السنه الجايه ولا خمس سنين. لا، اذا اقعد اكمل. اذا المسار اللي مسؤول عن الدوله هنا لو ما انتبهش ليه وشاف الدنيا اللي فيه يفضل مكانه، يفضل يعمل خطوه تنظيم
عندنا في جيش خط تنظيمي ما بيتحركش، قاعد يعمل كده بس، ويقول ان احنا بنعمل استثمارات في موانينا. وانا بكلمكم كده، اعظم طريق من السخنه الاسكندريه ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ وخط القطار الكهربائي من السخنه لفين؟ اللي بيكلمني في انتوا مش انتوا مش والله العظيم ثلاثة، انتوا ما شايفين كرم ربنا عليكم قد ايه؟ والله العظيم. ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. المواني اللي احنا بنتكلم عليها دي اقعد انا النهارده بقى بطرحها ايه؟ تشغيل بس حاجتي، مش كده يا احمد؟ بقول ايه؟ ده حاجتي، عايز تخش تشتغل دي بتاعتي، لان بطلب منك الاستثمارات تحطها في المينا وتعمله وتكلفه، وبعدين اخش معاك في اتفاق لازم العقود، وقد نكون شاطرين في العقد او مش شاطرين. قد نكون شاطرين في العقد يا دكتور شاكر او مش شاطرين، فتعمل لي عقد يعمل لي ايه؟ وانا لازم احترم العقود بتاعتي، لكن حاجتي بعمل معاك عقد تشغيل، تاخد المينا ده بالطريقه دي، وبعدين ايه؟ اهو قدامك خلص. الكلام ده بينطبق على المطارات، ينطبق على البنيه الاساسيه للدوله كلها، سكه حديد، الكهرباء اللي كنا بنتكلم فيها من 5 6 سنين والناس كلها يعني الاكل بيبوظ، والكلام ده قلته كتير والله يعني، والشبكه وكده. طب هو الناس في اوروبا اللي بتغلي الكهرباء على ثمن الكهرباء طبقا لتسعيرها، تعرف ان انا عندي هنا 17 مليون مشترك، 17 مليون مشترك بديهم الكهرباء اقل من نص ثمنها حتى الان؟ ولا انا بقول رقم غلط؟ لا بامانه. كام يا فندم؟ 17 مليون مشترك بدي له كهرباء بايه؟ وبعدين انت كصناعه تقول لي ايه؟ طب ما تساعدني. ما انا اصل يعني ايه؟ ما انا لو اقدر اساعدك هساعد الكل. هاي هساعد الكل، انا بحاول اخلي ما امكن. اتفضل دكتور شاكر. ما امكن ان الموضوع اللي احنا بنعمله ده يبقى فعلا مفيد للمستثمرين. تقول لي احنا الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده كله كوم، وواضح انك انت بتتكلم. ابدا، انا معاكم ومتوافق وداعم، وكلام مش كلام دبلوماسي، لا والله. يلا ونضغط معاكم، وانا برضو بنفس مسار الدعم لكل الجهود اللي هتتبذل، ومستعد لحوار شفاف وعميق مع اي حد في اي تخصص. في التعليم تعالى نتكلم، في كلام بسمعه جوه القاعات مع المتخصصين، وكلام اللي هو الواقع اللي موجود فيه في مصر، الواقع اللي هو بيعمل اللي موجود عندنا في بلدنا. طب انتوا عايزين تغيروه ولا لا؟ هو واحد يقول لي هو التعليم علاقته بالاقتصاد؟ طبعا، لان احنا لما جينا نتكلم على التعليم، وانا ما اقصدش حاجه والله العظيم، اللي عملوا الدستور قالوا التعليم للجميع ومجاني ولا بأس. ما هو خلي بالكم اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول اهلي، اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول اهلي واهلكم المصريين يعني، وانا نفسي اديهم عناية الاثنين والله، بس انا اقدر او الدولة تقدر؟ طب جودة التعليم اللي هتقدم هتقدر؟ طب تاني، وانا اتكلمت فيها، يا ترى المنتج هيبقى عامل ازاي؟ مش 25 مليون؟ ها؟ 25 مليون؟ مش كده؟ مين اللي مش كده يا دكتور؟ 25 مليون. وأول ما الراجل لسه داخل راحوا منزلين له فيديو على ال طب اتفضل استريح، اتفضل حجازي. راحوا مطلعين له فيديو إن هو مش بيان قديم كان بيتقال يعني، فقال لك إن هو الراجل يعني كان يعني احنا بنعمل ايه في نفسنا؟ انت بتشجع زميلك ولا طب هم من حقهم يحطوا التراب، هم من حقهم ايه؟
يحط التراب على اي حاجه حلوه نعملها، لكن احنا كمان ما ناخدش بالنا ونحط التراب وعلى طول. طب ندي فرصه. ال 25 مليون ده انا بقول تاني، تفتكروا كام؟ ال 25 مليون دول كام للواحد في السنة في الدول المحترمة والغنية والقادرة؟ تدفع 10,000 دولار في السنة للطالب ده، كم؟ 10,000 دولار للطالب ده في السنة. يعني أنا عايز 250 مليار دولار عشان أعمل التعليم ده. ده فين؟ في التعليم الأساسي، ولا أنا مش واخد بالي؟ مش كده يا دكتور خالد؟ الجميع حاجة تانية. كام يا فندم؟ 10,000 دولار في السنة، 250 مليار دولار. طيب كويس، أنا بقى حولتهم لجنيه، قلت بس اديهم 10,000، يبقى 250 مليار جنيه. طب هي موازنة الدولة تقدر تدي الرقم ده للتعليم؟ أنا قلت 10,000. ولما الدكتور مصطفى كان بيقول إن إحنا بنتكلم في 21,000 فصل، قلت له يا دكتور 60,000. 60,000 ده العدد المطلوب لمجابهة الزيادة السكانية كل سنة عشان تخلي 30 ل 40 طالب في الفصل، ولا أنا مش واخد بالي؟ طب ال 60,000 بكام؟ لو حسبته بنص مليون ب 30 مليار، ولو حسبته بمليون يبقى 60 مليار. ده للإيه؟ لل 60,000 فصل. ده مش من غير تشغيل، ده من غير تشغيل، من غير يا فندم تشغيل. ده ما شغلناش لسه، مش في مدرس وفي أطقم هتبقى موجودة لخدمة المدرسة دي، وفي كهرباء وفي مية للمدرسة دي. الدكتور مصطفى قال احنا بنتكلم في 56,000 مدرسة. طب لو أنا عايز كل سنة قبل العام الدراسي مليون جنيه لكل مدرسة أرفع كفاءتها ويعني وأحسن موقفها في الفصول ومنشآتها، ويعني مليون جنيه، عايز 60 مليار. طب ما 60 مليار مش موجود، يوم حد جاب المدرسة بيقول لك شايف المدرسة عاملة إزاي؟ يا عم أنت بتتكلم لغة تانية. أنتوا مش عارفين. حد يزعل قوي ان الكلام ده يزعل؟ انتوا مش عارفين يعني ايه دوله وبتهدوا بلادكم. الناس الغلابه اللي لما يجي حد يتجوز ولادهم يقعدوا يوضبوا في البيت وينظفوه ويقدموه حلو عشان الناس تشوفه كويس. يا ترى احنا بنعمل كده كلنا؟ طب الفقير غلبان، طب الغني، ما انت مبسوط ومستور. بنحط تراب من غير ما نقصد ليه؟ أنا ده ملامة ليكوا ولا ليكوا مش ليكوا أنتوا؟ لا أنا بكلم كل المصريين. يبقى أنا النهاردة اللي جه مع كل الاحترام والتقدير للبناء الفكري للدستور ما كانش منتبه لقدرة الدولة على تلبية المطالب دي، وراح حاططها بقت التزام، ويبقى البرلمان يحاسب الحكومة، والحكومة يقف الوزير ياخد على وشه. أنا بتكلم بجد بقى، ياخد في البرلمان على وشه، والتعليم العالي زيه، وبتاع الصحة زيه، وبتاع الكهرباء زيه، لأن اللي بيطلب منه بيطلب حاجة مش موجودة. يبقى المسار اللي أنا بتكلم فيه هو المسار الفكري لبناء دولة، ده موضوع محتاج تضافر كل الجهود بما فيه الفهم عشان البلد دي تطلع لقدام، مش عشان عبد الفتاح يقعد فيها. لا، ده تفكير ضيق قوي، تفكير ضيق قوي، انك تبقى فاكر ان الناس عايزه. طب بالمناسبه بقى، بدل ما احنا جبنا السيره ديت من غير ما اجيب اسماء حد، كتير من اللي قاعدين معاكم دول وناس اقتصاديين اعمق واعظم منهم، في بدايه 2014 التقيت بيهم. تحبوا تيجوا تمسكوا الوزارة؟ ها؟ الوزارة؟ قول لي لا. احنا لينا تاريخ. احنا يا دكتور مصطفى، يا مستخسر تاريخك في بلدك؟ انا مش بلوم حد،
والله ما بلوم حد. طب من روحك؟ قال لا غير احنا نعرف يعني ايه الحال ده ممكن ينجح ولا ما ينجحش، مش هنقدر. فبدل ما احنا يتحط علينا ان احنا فشله خلينا بيت. حد تاني قال لي لا انت هتديني كام؟ انا باخد مليون واتنين مليون في الشهر، هتديني كام؟ قلت له ما اقدرش اديك كده. قلت خلاص سيبني في المكان اللي انا بشتغل فيه ولو اي نصيحه بقولها لك يعني. برضو ايه ليه بدأنا الكلام وخد منحة مختلف عن المسار بتاع المؤتمر؟ لا والله 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 اللي انا بتكلم فيه ده في صلب المؤتمر وفي صلب الحوار الوطني اللي احنا بنتكلم عليه، عايزين نشوف زي بعض باختلاف. ايوه قول لي وجهة نظرك بقى في حل الموضوع. انا حليت المسألة بتاعت المواني وبتاعت البنية الاساسية للدولة دي بطريقة تانية. المسار اللي انت كنت بتطرحه وتقول لي اطرحها للقطاع الخاص واطرحها للاجانب وانا معاك، بس انا ما عنديش وقت اتاخر اكتر من كده. ما عنديش وقت ايه؟ اتاخر اكتر من كده. ما عنديش مهله 10 15 سنه عقبال ما اطرح والناس تيجي واقعد اسوقهم واحنا شاطرين نسوق. لكن اللي انا اعرف اعمله ان اعمل. اللي انا اعرف اعمله ايه؟ اعمل انا. طب بقت موجودة اللي عايز يتفضل لكل الناس بما فيها شركات الجيش. أيوة والكلام ده قلته بدل مرة كم مرة يا دكتور مصطفى؟ طب شركات الدولة مطروحة؟ أيوة. أنتوا يعني مش بتعتبروا إن اللي موجود ده فرصة؟ مش كده؟ طب وماله؟ والله 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 أنا صادق معاكم، كل شركات القوات المسلحة معاكم. يلا كل شركات الدولة اللي موجودة معاكم، بس ما تجيش تقول لي ايه؟ طب معلش بقى نفض لي منها العمالة الزايدة اللي موجودة دي والدهاني. ينفع يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح؟ طب ازاي يعني؟ انت لما تيجي تعمل شركة قطاع خاص بتنقي ناسك وبتحوكم اجراءاتك وبتخلي بالك من كل قرش بتصرفه. لكن اللي حصل ان احنا معانا ميراث لازم نخلي بالنا منه. دي مجتمعات. دي أسر. اوعى تخلي غضبك من سوء الأداء يتحول لعداوة مع اللي بيقوموا بسوء الأداء. اوعى تعمل كده. اوعى تكره الفقير. اوعى تكره الفقير. اكره الفقر لكن ما تكرهش الفقير. طب أنا هقول لكم على حاجة. أنا بطول كده دكتور مصطفى بجد؟ ما انت لازم تقول لي كده برضه. لما عملنا المساكن بتاعت المناطق الخطره فقلنا للناس مش هناخد منكم فلوس يعني. هناخد بس منكم صيانه عشان نحافظ على اللي احنا عملناه يعني. فانا بقى حد يصدق ان انا اتابع ناس بتدفع ولا ما بتدفعش؟ حد يصدق؟ حد يصدق؟ بقى انت واخد بالك بشاير دفعت ولا ما دفعتش؟ الاسمرات دفعت ولا ما دفعتش؟ اهالينا دفعت ولا ما دفعتش ال 300 جنيه؟ وزميلي اللي موجود في المحافظه ولا في المحليات مش واخد باله؟ طب انا بقى ساعتها اقول ايه؟ اكفر بالفكره ومش هعمل كده تاني. مش كده؟ أعمل إيه؟ ما أعملش كده تاني. لا أنا لازم أعرف هو ليه كده وأساعده إنه ما يبقاش كده. وما أكرهش سلوكيات الفقر. وأكره الفقر نفسه وأستهدف الفقر نفسه وأغيره. وإيه يا فندم؟ أغيره ولا نغيره؟ نغيره مع بعض. طب أنا هقول لكم على حاجة. في الحاجة وخمسين ألف مدرسة دول مفيش في كل مدرسة جنب منها، أنا قلت الكلام ده قبل كده من خمس ست سنين، مفيش جنب منها شباب يساعد مع وزير التعليم ومديرية التعليم في المحافظة
ان يخش بشكل لطيف، يخش مع المجموعه المجموعه اللي موجوده يشجعهم. ما هو المرتبات تعبانه، المرتبات ايه؟ حد يقول لي يعني ايوه تعبانه، والله العظيم انا بكلمكم من قلبي، هنا اقل من 10,000 جنيه لاي حد بيشتغل ما يعيش. طب ما دول عايشين ازاي؟ ما دول عايشين ازاي؟ هتقولي طب ما تديهم. اقول لك يا ريت. تقولي الله، طب ما انت بتتكلم على انك انت بتعمل مينا ب 40 مليار. ما انا بقى لازم اكون متوازن في اداره الامر. غيرنا كان مساره أكل وشرب ودفع فلوس وسابها لما بقت على الحديد. النتيجة إيه؟ وقلت لكم إن بقى الإصلاح اللي موجود أكبر من قرار أي رئيس في الوقت ده الحقيقي. وبالتالي الناس خرجت هدت الدولة ديت. فما تستحملش تاني. فلابد إن إحنا أشتغل على كل قطاعات الدولة. حد يقول لي طب انت بتهتم بالاسمنت والحديد والبشر؟ لا، انا مهتم بكله بدليل. لما تيجي تتكلم على وزير التعليم العالي تقول له اضفت كام جامعه في الفتره بتاعت طيب فكام جامعه؟ فيقول لك ايه، دول بيعملوا الجامعات الاهليه دي عشان اللي يديها للأغنياء. لا، أنا بعمل مسار أطور بيه التعليم بتكلفة مالية أقل عشان أقدر أحسن في بيئة التعليم. بالمناسبة إيه المسار؟ مسار المتوازي. عندي قبح وعندي حسن، أخلص القبح ولا أعمل الحسن؟ أنا رأيي أعمل الحسن وأزود فيه وأقلل في القبح. ده اللي انا بعمله في اي حاجه بنتعامل فيها في البلد دي. اي اجراء بنعمله في مصر يستهدف كده، اتخلص من القبح في كل شيء، في التعليم، في التعليم. طب اقدر اخلصه كله؟ لو قدرت كله هخلصه. طب في الـ في الـ في الـ في النقل والمواصلات اخلصه، في الاسكان اخلصه، في المناطق الخطره والعشوائيات اخلصه، في التعليم والصحه اخلصه. ولما بنتكلم طب احنا كل مستشفيات مصر، خلي بالكم اللي هقوله عشان يبقى ايه، انا بقول على الهوا اهو بقى، ممكن وزير الصحه يعني يختلف معايا. تعالى اللي مهتم بانك تشتغل في المجال ده اعمل معايا اتفاق، هديك المستشفى واقفه على رجليها زي الفل، والرقم اللي انا حاطه يا دكتور هحطه. يعني ايه؟ يعني انا بصرف على المستشفى دي 50 مليون جنيه في السنه، أنا هدفع ال 50 مليون جنيه، وتعالى ديرها أنت بنظام استثماري، بس اديني نصيبي في ال 50 مليون حجم علاج، صح كده؟ ده متاح لكل المستشفيات في مصر؟ أه. وأنا بكلمكم كده على أه، أنت هتيجي تقول الموازنة بتاعت المستشفيات ديت؟ أهي. مستعد تخش تشغلها وأنا هديها لك زي الفل. وأنت ديرها بكفاءة القطاع الخاص وحسنه. وانا صاحب مصلحه، وانا هاخد خدمه بال 50 مليون جنيه اللي بدفعهم لناس بتوعي، وانت حاسبك عليهم. يعني هتقول لي النهارده انا ال 50 مليون دول انا عملت لك بيهم ده وده وده، هوافقك. طب انا هحسن كده الخدمه الطبيه؟ لو وصلنا لده هتتحسن. عرضنا الكلام ده امتى؟ من زمان؟ سنه 2 3 4، حد جه؟ ما بقولش ان ما حدش جه، يعني معناه ان الناس، ده انا بطرحه عليكم لكل اللي بيسمعني في مصر. الزراعه، لما جينا نعمل الزراعه بدانا بمليون ونص فدان، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وعملنا دراسات مع وزاره الري والزراعه والمحافظات المختلفه بما فيها الظهير الصحراوي اللي فيها الاراضي ديت، وقلنا نطرح فنعمل البنية الأساسية ونديها للناس ولا لا. وقعدنا في نقاش كتير جدا في هذا الموضوع، وجيت دكتور مصطفى قال لي، والمهندس محلب برضو،
والمهندس الشريف اسماعيل ربنا يديهم الصحه يعني. قالوا لا يا فندم، الناس المستثمرين بيقولوا ان احنا هنعمل احنا البنيه الاساسيه ونزرع الارض ديت. كلام ايه؟ هل الكلام ده لما اقوله ليكو على الهوا كده هل ده يعني يسيء لحد؟ طب حجم اللي اتزرع كام من 1.5 مليون فدان؟ 10%؟ 20%؟ طيب هل اتعمل بنفس الجودة والكفاءة اللي احنا بنتمناها لقطاع الزراعي في مصر؟ طيب تعالوا بقى نتكلم، طب نعمل احنا مشروع جديد، المشروع ده فيه مثلا 2-3 مليون فدان طبقا للمعايير، ياخد له كام سنة؟ 15-20 سنة يا دكتور ولا ايه؟ الدولة بتزود 40,000 فدان كل سنة، يبقى الـ2-3 مليون فدان عايزين لهم 20-30 سنة، مش كده؟ مش كده؟ طيب لا مش عايز اضايقك، اتفضل سريع. ما انا برضو بقدم كشف حساب زيكم، انت بتتكلم وبتدافع عن نفسك وبتتكلم وتقول في حوار نتكلم فيه مع بعضنا على بلدنا واللي بنعمله لها واحنا وناء عليها ولا لا. طيب النتيجه ايه؟ المسار لا اللي اتزرع ما يجيش 20% من الارض ديت. انا غلطان؟ انا غلطان؟ كويس. وانا مش شايفها، وانا ايه؟ يعني مش شايفها؟ يعني مش قادر اقول ان ال 200-300-400,000 فدان اللي احنا بنقول يا رب يكونوا اتعملوا، انا اقدر اخد انتاجهم واقول ايه؟ يتعملوا قمح عشان اعجابي مشكله قمح، يتعملوا ذره عشان علف الدواجن ومش عارف ايه، يتعملوا اللي انا عايزه. اللي عمل البنيه الاساسيه وتجهيز الدوله المصريه للزراعه من 180 سنه، يعني من 1805 واحنا طالعين كده، محمد علي يعني، ما كانش عنده مشكله غير ان هو زي ما قلت كده الميه بتيجي دايما من فوق ونازله على تحت، وهو ياخد الميه دي يعمل لها شويه قناطر صغيره وشويه جسور تخش على الارض اللي عايز يزرعها. وزرع وحسن زراعه 4-5 مليون فدان في الوقت دوت. والمبلغ اللي دفعه ساعتها الدولة استوعبته تكلفته على مدى ال 100 سنة اللي فاتوا. طب لما اجي اقول لك النهاردة لأي حد مهتم بالزراعة، تعالى أعمل لك مليون فدان يكلفه 150 مليار جنيه. يكلفه إيه؟ 150 مليار جنيه. تقول لي إزاي بقى؟ ده كل ده عشان بس أزرعهم 150-180. طب بعمل كده ليه؟ لأن الأرض اللي كانت بتتروي ري مريح خلصت، مش كده يا دكتور؟ بقى أنا دلوقتي عايز أروي الأرض عكس اتجاه الانحدار الطبيعي، فعايز أعمل ترع عكس الاتجاه، محطات رفع عكس الاتجاه، محطات معالجة لمية ممكن نستفيد منها عشان ما يبقاش بنسيب نقطة مية تكلفنا. طيب مستعدين في الاستثمار لأي حد داخل مصر أو بره مصر يصرف كده؟ أنا برد، أي مستثمر بيحسب ومن حقه، وده طبيعي. ليه طبيعي؟ لأنه هو في النهاية مش جايب فلوس عشان يفرقها، يعني هو بيعمل شغل عشان يكسب منه. الدولة أحيانا بتبقى مضطرة تخش في موضوعات أمن قومي، اللي بيني وما بين الـ2-3 مليون فدان ده هو طاقة عمل بس، مش كده؟ طاقة إيه؟ عمل بس، يعني تمويل بتاعها والكلام ده كله ولا إيه يا فندم؟ طب حد يقول لي طب ال 200-300 مليار دول لازم اعمل كده عشان ازرع الـ2-3 مليون فدان دول وادخلهم في الناتج المحلي للدوله المصريه؟ ولو ان انا حلمت ان الكلام ده
يطرح للناس في ظل المعطيات اللي انا بقول عليها دي، الاعتبارات اللي بتكلم عليها دي، ان هو مشروع بالطريقه دي صعب انه يتعمل، ما بقولش مستحيل، صعب ان حد يجي يقول لك طب انا هحط المبلغ ده في الموضوع. وانا بسمع كتير يعني مره وانا قاعد كده بسمع، بجيب بحب اسمع جدا، ويسجلوا لي الحاجه واكتب واقعد اقرا عشان اشوف الناس بتقول ايه. حد يقول لي المعاشات زودوها شويه. دكتور محي خدت ال 400 مليار هدفعهم انا 40 تريليون. هدفعهم كام؟ 40 تريليون جنيه لغايه 52 لاجراء اتعمل ساعتها، ان المبلغ ده ناخده دون اعتبار، وانا ما بقولش الدراسه غلط ولا صح ابدا، لا والله، ان الموضوع ان ده هناخد المبلغ ده ونعمل بيه بنيه اساسيه للدوله ثم نبقى ندي المعاشات للناس. طب يا جماعه المعاشات دي اتعملت على دراسات اكتواريه واشتراكات بتتاخد بشكل معين، حصل زياده كبيره جدا في ده كله. ولما جت القضيه بقت كل شويه الله يرحمه، ها البدر فرغير كل ما يتكلم يقول يا اللي خدته فلوس الحكومه فلوس الغلابه. طيب جه الدكتور مصطفى هنحل المساله دي يا دكتور، يا دكتور ما جيت نحل المساله دي، ما نقول المبلغ ده كله احنا يا فندم، مش كده يا دكتور معيد؟ كام بقى؟ يعني ال 400 اللي اتاخدوا، حد قال لو قعدوا زي ما هم في البنوك، زي ما هم في البنوك من المده بتاعت ما اتاخدوا لغايه ما خدنا القرار، وقلنا عوايدهم قد ايه؟ وقلنا المبلغ ده كام؟ خدوه يا بتوع المعاشات، تفتكروا الرقم اللي كانت الدولة هتحطه بالطريقة ديت يكفي يا دكتور محمد للرقم اللي احنا بنديه دلوقتي؟ اتفضل. يعني الرقم اللي بنديه دلوقتي يعني لو خدنا السنة المالية الحالية هندي 196.6 مليار، والسنة القادمة قول رقم يتحفظ يا أخي، ما تقول 200 بتقول 200 200 مليار، قول 200 مليار 200 يتحفظ 200 مليار. و يعني احنا عاملين حسابنا انه في خلال 7 سنين بدأت من دي السنة الرابعة، يعني فاضل 3 سنين هنكون دخلنا على 1.7 تريليون في خلال هذه المدة، والدراسة معمولة على مدة 50 سنة تنقل الخزانة العامة للدولة خلال ال50 سنة اللي بدأت من ما طلعنا قانون 2019 هيكون 45 تريليون. طبعا المبلغ اللي اتاخد اللي هو من خلال تحويل الفوائد بتاعت نظام المعاشات على مدار فترة طويلة لبنك الاستثمار القومي، الصراحة كانت بتستخدم طبعا في يعني الخزانة العامة للدولة بتمول بيها الخطط الاستثمارية بتاعتها، وبالتالي ما خلقتش فوائد أو عوائد لأموال التأمينات والمعاشات، إلى أن أصبحت المشكلة كبيرة جدا في قدرة النظام، أو لن تكون هناك قدرة للنظام على انه يسدد المعاشات وفقا لاحكام القانون. فالحل اللي اتعمل ده اللي احنا بدأناه ب 160 مليار 170 180 190 و200 ده اللي هو يقدر يضمن قدرة هذا النظام على سداد المعاشات. طبعا المشاكل كانت تراكمت فترة طويلة أثرت على معاشات الناس، وده كانت الشكوى اللي هو الفرق ما بين اللي هو كان بيقبضه وقيمة المعاش. أعتقد الحلول اللي عملناها دي داخلة في الحل، لكن اللي دخل وحل المشكلة هي الخزانة العامة للدولة وليس النظام نفسه، لأن النظام نفسه ما كانش قادر أن يحل المشكلة لأنها تراكمت من سنة 1975 لغاية ما حلناها في 2019. برضو تاني بقول الكلمة، اتفضل دكتور محمد. أنا بقول الكلمة ديت ليه؟ لأن لما اتحلت المسألة ما سمعتش حد يتكلم. لا حد بيتكلم تاني يقول لك ما تزودهم بقى. واللي بيتكلم ده بيقول لك ما تزودهم بقى، ده راجل اقتصادي وكان مسؤول في البلد. أنت بتتكلم بفهم، بعلم، بمسؤولية، بأمانة ولا إيه؟ أنا بتكلم على الهوا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ شوفوا، لو انا مش عارف شغلي ما اعرفش اقف الوقفه دي. ولا يا خالد،
لو مش عارف انا بعمل ايه مش هقدر اوقف الوقفه دي خالص، وكل واحد يقول اللي هو عايزه واقعد انا ايه اسمع منه قال بتعلم يعني. لا 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 لا, لا والله كل موضوع من اللي انتم بتتكلموا فيه في اي قطاع من قطاعات الدوله خد جهد من اول ما بدانا لغايه دلوقتي ولغايه لما امشي من هنا، وجهد مش تنظير، فكره حل المساله. حد تاني يقول لي الله، طب ما انت قاعد تنفق اهو بتقول 200 مليار و300 مليار على الزراعه، ما انت معاك فلوس اهو مش كده؟ طب ماشي، هو كل اللي معايا كام؟ ودايما اقول الكلمه ديت عشان تبقى واصله ليكم. دوله زي مصر بعدد سكانها دي عايزه لها تريليون دولار في السنه تصرفه، تريليون دولار يعني 19 20 18 تريليون جنيه. الموازنه كلها كام؟ كام يا دكتور؟ مش اتنين وشويه مش كده يا دكتور محمد؟ اتنين نصهم ايه؟ مش كده؟ لو احنا مش منتبهين ان ده حال مصر هنتكلم لغه مختلفه خالص، وتقعد تطالبني وتتكلم وتشكل راي عام على ان الدوله واللي قائمين عليها هيضيعوها. واخشى ان اللي بيضيعوها هم اللي بينظروا عليها. فعشان كده كنا محتاجين نعمل ده، ونعمل ده في كل شيء، في الاقتصاد ايوه، في التعليم ايوه، ونتكلم ونقعد نتكلم كتير ونقول اللي احنا عندنا والدوله تقول اللي عندها، وحد يطرح حلول ونجري نشوف الحلول دي نقدر نعمل منها قد ايه. نفس الكلام في الاعلام، نفس الكلام في الثقافه والفكر. انت لما تيجي تقول النهارده يعني الدراما ستتعامل مثلا مع مشكله السدود السكانيه اللي بقى لنا، الزياده السكانيه اللي بقى لنا اكتر من عبد الناصر اتكلم فيها، والله يرحمه، الله يرحمه عبد الناصر، الله يرحمه السادات، والله يرحمه مبارك، اتكلم فيها ما حدش حلها، والرئيس مبارك الله يرحمه ما اتكلمش، اتكلم فيها ما اتحلتش. طب ما اتحلتش ليه؟ يا ترى المؤسسات الدينيه والمؤسسات الاعلاميه والمؤسسات التعليمية اشتغلت وتضافرت الجهود في رؤيتها لهذا التحدي وإن هو عقبة في طريق تقدم هذه الأمة ولا لا؟ وإن فهمنا للموضوع دوت بالطريقة ديت لن يكون أبدا مسار إصلاح لهذه الدولة أبدا. يعني هل إحنا عرفنا نعمل ده؟ هل رجال الدين عملوا كده؟ طيب ما تقول له الراجل، يقول له ماشي يعني ايه؟ يعني انا عارف ان والله ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، صحيح انا عارف كده، بس برضه في كل الفهم للاحاديث والنصوص بتتكلم على انك انت في اطار قدراتك، في اطار قدراتك مش في اطار قدرات الاخرين ولا حتى قدرات الدوله، لان الدوله مش مسؤوله ومش من الصح انها تصرف على الاسر. ده معنى دعوة للأ؟ لا ما اقصدش كده، أنا بتكلم على الفكرة، الفكرة اللي موجودة ومترسخة في نفوس كتير من مواطنينا. وزي ما قلت المرة اللي فاتت، يا ترى في مواطن وهو جاب ثلاث أربع أولاد قال لهم أنا بحب الأولاد كتير يا أولاد، أنا مش عارف أشغلكم، أنا مش عارف أجوزكم، أنا مش عارف أعلمكم، أنا مش عارف أأكلكم، أنا الغلطان؟ لا ما بيقولش كده، ده بيقول لهم الدولة ما شغلتكمش، الدولة ما أكلتكمش، الدولة ما سكنتكمش. إيه ده؟ اللي ساب البناء الفكري ده يترسخ في وجدان المجتمع على مدى 50-60 سنة هو لم يقوم بالجهد المطلوب. أولا قد لا يكون قدر ينظر ويشخص القضية والعوار فين، ثم يحط ليه خريطة تتنفذ. دي يا فندم تتنفذ، تقوم البلد من 4 ل 14 ل 40 ل 60 ل 80 ل 104، وبعدين بعد كام سنه يبقوا 150. يا ترى كل اللي احنا قلناه هيقدر يلبي
ويعمل قوة دفع هائلة لقدرات مالية للدولة تجابه ده. يعني أنا هقول نظرية متفائلة جدا إن إحنا كل اللي أنتوا قلتوه عملناه. شوفوا إن ما لقيتوش الدولة دي دخلها بيقفز ويتضاعف كل 3-4 سنين على الأقل، يعني 2 تريليون يبقى 4. الكلام ده أنا بعد أقوله عشان كده قلت أكتر واحد بيقاسي معايا مين؟ الدكتور مصطفى والله العظيم. يعني أنا متهيألي كبرته قبل أوانه يعني، لأنه كل ما بنتكلم لهم ولا حاجة، يقول لي أقول لهم ولا حاجة لسه بدري قوي، اللي إحنا فيه صعب قوي. الرقم اللي أنتوا جايين فرحانين بيه والدكتورة هلا عندها ابتسامة جميلة تقولها لي، أقول لها يا دكتورة مش عايزين نضحك، قولي لي كلام يقدر يحل البلد دي ويطلع بيها قدام وتبقى ليها مكانة وسط الأمم. أوعوا تفتكروا حد بينجح يجيب 90% في الثانوية العامة كده، لازم يذاكر ويشقى ويتحرم من الراحة وكل حاجة عشان يجيب النتيجة دي. عايزين البلد دي تطلع قدام، يبقى لازم كلنا مع بعض كده نقف نحشد ونشتغل. مش عارف هقول لكم حاجة كده بس مش هجيب أسماء دول. يعني لما اتكلمت على الرصيد الشعبي محدش استوعب الفكرة. أنا اعتبرت الرصيد الشعبي حشد لمسار أستفيد منه. طب إزاي؟ يعني إيه الكلمة اللي جبناها جبتها منين؟ أنا اعتبرت المسار بتاع الحرب العالمية الثانية لدولة ما كلكم عارفينها الناجم عن ممارسة شعب لدمار حصل فيه وهو دولة كبيرة قوي. استخدموا الرئيس اللي مسك الحكم بعد منه كمسار فكري لبناء الدولة وتحمل تبعات البناء، لأنه هو لو كان ساب المجتمع ده 20 سنة كان فقد اللحظة، كان فقد يا فندم. لكن هو استفاد من أن في بناء تراكمي في وجدان المجتمع ده اللي اتضرب بعد ما كان دولة كبيرة جدا جدا وكان ملء السمع والبصر، وراح مستفيد منه وراح واخده معاه رصيد يشتغل بيه عشان يبني الدولة ويستعدها ونجح. ما قالش طب أنا طب بيضة في الأسبوع، بيضة إيه؟ بيضة في الأسبوع. طب هو حد قال بيضة في الأسبوع؟ رغيف في اليوم، هو حد رغيف في اليوم؟ عايزين تبقوا خلوها بلد زي الفل. معانا ارجع تاني بس اقول فالنهارده احنا انا بسمع في عن البلد دي من 50 سنة، من ايام ما كان هيكل بيكتب بصراحه الله يرحمه في الجورنال كل يوم الجمعه اقعد اقراه واسمعه كمان لما بيجي يتناول الموضوع ده في اخر النهار عشان اللي ما قراش يسمع، وكانش في حد بيتكلم غيرهم، وبالتالي كان السياق الفكري للدوله ماشي في مجاله. احنا قاعدين نعمل كده؟ ده الراجل بيكتب الجورنال في الجمهوريه ولا الاهرام ولا الاخبار؟ طب يا عم اطلع اتكلم انت، انت اللي كتبت المقاله، اطلع حطها قدام منك واقرا المقال وقول انا اقصد بدي كده واقصد بدي كده واقصد بدي كده عشان نولد فهم. اقل حاجه نعملها يعني نرجع تاني. ففكره الرصيد اللي بتكلم عليه ان هو يستخدم كاداه لتحقيق اهداف يصعب تنفيذها دلوقتي خلاص. ليه؟ الجيل اللي كان موجود في 2011 و12 و13 وكان عنده 7-8 سنين و10 سنين ساعتها، بقى عنده 20 سنه دلوقتي، ما يعرفش التجربه المريره اللي كنت انا شايف انها هتنتهي في خلال 7-8-10 سنين بالكتير لما الشباب ده يكبر. مش لان هم وحشين، لان التجربه راحت خلصت خلاص. اللي كانوا شافوا مظاهرات كل يوم وخراب للبلد كل يوم على مدى 2.5 سنين كانوا عندهم 20 بقوا عندهم يعني 33 وانت طالع بقى فوق. طب الصغير اللي 7 و8 و9 اللي ما يعرفش ده هيقول لك ايه؟ البلد دي فين؟ فين المستقبل بتاعنا؟
مش كده؟ ده اللي احنا، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. احنا بنعمل فينا ايه؟ كبيئه سياسيه، بيئه اقتصاديه، بيئه اجتماعيه، بيئه امنيه، بيئه فكريه وثقافيه، وبيئه اعلاميه، وبيئه دينيه. احنا بنحشد ده؟ ده المؤسسات لما بتكلم معاهم في المواضيع ديت، ونبقى فن بس ما دخلش الدين معانا عشان يعني ايه، يعني ما يتقالش ان احنا مع الحاكم، يعني مع مين؟ يعني والله انا ما عايزك تبقى معايا، انا عايزك تبقى معاها ولا معاها، مع الحق. الحق الرشيد، الفهم الرشيد لاي حد. انما ان احنا نبقى قاعدين ونقول البلد دي ما بتطلعش قدام ليه؟ طب ما طلعتش قدام ليه قبل كده؟ الدروس اللي احنا شفناها في تاريخنا كلنا، من الكبار فينا والصغيرين اللي ممكن نقول ان هم يقدروا يعملوا، ايه الدروس والعبر اللي احنا خدناها؟ انك تردد ما يقوله الاخرين. ما الاعمال انت بتفكر فيها ازاي؟ كترت الكلام. دكتور مصطفى، انا عايز اقول لك ايه بقى في الاخر؟ التوصيات بقى هقراها وعشان بسم الله الرحمن الرحيم. البدء الفوري بوضع السياسات والتشريعات اللازمه لتنفيذ توصيات المؤتمر ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطه الطريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمه، مع التوجيه للحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليتها. وهنا في النقطة دي بقول لكم اعملوا مجلس أمنا منكم، من كل اللي موجودين، اللي معني من ده من المفكر الاقتصادي والمثقف الاقتصادي وحتى الجامعات الاقتصادية ورجال الأعمال، من كل المعنيين والمهتمين بالموضوع. ما تعملوا مجلس أمن، اعملوها مجموعة عمل، عايزين نسموها ايه؟ لكن مجموعة العمل دي تبقى نقطة اتصال يا دكتور مصطفى بينا كدولة وما بين اللي احنا بنعمله. انتوا قلتوا دي القضايا واحنا اتحركنا فيها، طب احنا اخفقنا في ده، قولنا نعمل ايه؟ ليكوا رأي فيه، نتحرك مع بعض فيه. انتوا خليكوا المنصة اللي تتكلم على الدور. انا بقول لراجل الأعمال، لكن اكيد لما يكون في الغرف على سبيل المثال، او المؤسسات المدنيه اللي شغاله وعامله لها يعني عناصر مهتمه بالموضوع، لما يكونوا موجودين يمكن يقدروا يوصلوا الفكره، وان احنا متحركين بس عندنا المشكله دي، نعمل ايه ونتحرك فيها. صعب قوي ان انا اقول اللي احنا بنعمله ده من غير ما اقول ان زي ما شفتوا كده، ان الواقع اللي موجود في العالم كله تاثيره سلبي جدا على كل الدنيا، وبالتالي الشعوب بتعاني. واحنا في مصر، انا قلت الكلمه دي قبل كده، وقلت ان حالتنا ما تتحملش يا دكتور مصطفى ضغط اكتر من كده. ما تتحملش ايه؟ بل بالعكس، هتحتاج مننا نقول يعني نزود مظلتنا للحمايه الاجتماعيه في المرحله اللي احنا موجودين فيها دي، حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعه الازمه ديت. يعني انا هقولها هنا، التوجيه للحكومه بتعزيز مظله الحمايه لتخفيف تداعيات الازمه الاقتصاديه العالميه على المواطنين وتوفير اكثر درجات الدعم والمسانده للفئات الاكثر تاثرا. أنا قلت بلاش نحن نعمل حاجة زيادة أكتر من كده على المواطنين، وأنا بأكد عليها تاني وبقول أنا بوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية. أنا بس هقف عند النقطة ديت وأقول كان من ضمن المصالح اللي اتكلمنا فيه، قلت إن احنا إيه؟ نوفر فرص عمل. نوفر إيه؟ فرص عمل. فيكمل اللي يكون في حد شغال في حتة ولا حاجة يليني واقف جنبه أقول له إيه؟ بتاخد كام؟ هيضحك يعني. انا بقى بسال كده عشان اشوف الانسان ده البسيط ده بياخد كام، واعرف هل هو يقدر يعيش كده ولا الدنيا عامله ازاي. وانا ماشي على الطريق ده بتاع الساحلي قدام ما كنا بنفتح موضوع الرمال السوداء،
فلقيت شاب صغير يعني 18 19 ولا ايه، وبسيط جدا يعني. فهو قاعد قدامي قلت له بقول لك ايه انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بعمل يعني بفتح في الخرسانه بالمنشار الحدادي ده فواصل بينها. قلت له طيب تاخد كام؟ والله العظيم انا اتصورت هيقول لي باخد 100 جنيه 120 جنيه، انا بقسم. قال لي انا باخد 180 جنيه. قال لي انا باخد كام يا كامل؟ دي شركه قطاع خاص بالمناسبه، مش الشركات بتاعت مش كده؟ قال لي كام؟ 180 جنيه. قلت له انا لو اشتغلت 20 يوم تاخد 3.6 مش كده؟ اكتر من كده يبقى 4 5 حسب، وانت شاب صغير. اقعد يا كامل، انا بقول لكم كده ليه؟ لان انا من ضمن المسار اللي احنا مشينا فيه قلنا هنعمل فرص عمل في كل حته في الدنيا تكتسب طبقات بسيطه ومحدوده وما سيبهاش كده للسراب. طب الكلام ده بقى لنا كام سنه شغالين فيه؟ شغالين فيه بقى لنا كام سنه؟ شغالين فيه بقى لنا 7 سنين. والدكتور عاصم يراجعني بقول لكم مش اقل من 5 ل6 مليون انسان شغالين على كامل الارض المصريه. انا بقول كلام معقوله يا دكتور عاصم؟ بامانه. لا بامانه. شوف انا بقول كده لكم ليه؟ ان ما كانش الهدف من الشغل اللي بيتعمل غير ان انا ادي للناس دي، طب انا كنت اقعد يا دكتور عاصم، طب انا كنت ادي اقدر الناس دي ايه؟ اطلع من وزاره الحمايه الاجتماعيه له ايه؟ ادي لكل اسره 1000 جنيه زياده، 2000 من الاسر اللي احنا بالمعايير اللي احنا عارفينها نديهم المبلغ ده. ماشي، نمط استهلاكي مش كده؟ بس. لكن انا ما حققتش مصلحه. ما عملتش حاجه. البلد هتفضل زي ما هي كده ودفعت الفلوس. طب ما ادفع الفلوس واغير الايه؟ الواقع يا دكتور مصطفى. وانا بكلمكم على العاصمه هنا. عاصمه ايه؟ مصر كلها لازم تبقى زي دي. مصر كلها لازم تبقى زي دي. وحلمكم يبقى كده. كده. ازاي؟ لا تاكل ولا تنام ولا ترتاح. ايه؟ ايه الكلام دوت؟ الناس دي اللي بترضى بال ايه ده؟ فخمسة مليون شغالين بقالهم 7 سنين. حد يقول لي طب فانا قلقان يعني؟ لا 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 خالص، والله والله انا بحلف بالله خالص. ليه؟ انا قاعد بقى شايف بعمل ايه؟ وشايف الناس بتاخد ايه؟ وشايف الناس بتشتغل ازاي؟ هتقول لي حتى لو كان في مليون بينزلوا سوق العمل يا دكتور مش كده؟ لسه عندي فرصه عمل تاني. طب الموارد المحدوده دي الفكره الايه؟ الفكره. هقول حاجات كده بس من باب انك تعرف يعني ايه فكره، عشان انا بقولها كتير يعني. انا قلت لكم ان هي قناه السويس دي طول عمرها بيجي لها دخل تدي لوزاره الماليه وال مش كده يا دكتور معيد؟ وخلاص. فجاء الراجل بتاع هيئه قناه السويس قلت له معاك فلوس كام؟ قال لي انا معيش. اتفضل استريح. قال لي ايه يا فندم؟ قال لي ايه؟ قال لي معيش. وجه الدكتور مصطفى وهو وزير اسكان قلت له معاك في هيئه المجتمعات العمرانيه فلوس كام؟ قال لي يعني ده انا بشتغل كويس. قلت له معاك كام؟ قال لي 750. قلت له يا راجل مش كده. طيب عاصم الجزار اهو هو رئيس وزير الاسكان دلوقتي. الكلام ده احب اقوله ولا دكتور مصطفى؟ لا بجد قول قول يا دكتور معاك كام؟ انا عندي دلوقتي حجم استثمارات ب 890 مليار جنيه على الارض. دي اعمال لم يتم لسه تحصيلها. احنا كنا بنتكلم امبارح احنا عندنا بس في مدن الجيل الرابع شراكات مع القطاع الخاص في 13 ألف فدان.
13,000 فدان حج كلهم في مدر الجيل الرابع اللي هم معمولين في آخر 6 سنوات. حجم الاستثمارات في ال 13,000 فدان دول فقط 1,100,000,000,000 جنيه. حصة الدولة فيهم 311,000,000,000 جنيه. تحصلهم من 5 سنوات إلى 15 سنة وفقا للمساحة ومدة التعاقد. كل دول في المودرن جيل الرابع اللي هو 30 مدينة اللي احنا ابتدينا نشتغل فيهم. ده التعبير اللي فخمتك امبارح قلته، ان هذه المساحات المضافة ضافت على الاقل للدولة 10 تريليون جنيه كأسيتس او كقيمة مضافة للاقتصاد المصري. طب اتفضل. شكرا. ساعة لما جيت قلت الكلام ده كان المهندس شريف اسماعيل، ربنا يديله يا رب الصحة، كان هو رئيس الوزراء ساعتها، فجاب لي، كان وزير المالية موجود، كان الدكتور هاني، فجيه قعدوا معايا وقالوا لي يا فندم لو سمحت، وكان الدكتور مصطفى بقى وزير الإسكان ساعتها، فهنحدد المصير يعني، يا فندم احنا ناخد الفلوس وهو أي استثمار عايز يعملها نديها له، مش كده يا دكتور؟ أنا بقولها للمفكرين الاقتصاديين، قلت لهم لا، الفلوس هتبقى مع هيئة المجتمعات وأنا تابعها، وأنت ما تاخدش منه حاجة وزير المالية، وهو مسؤول عن كل مشروعات البنية الأساسية لوزارة الإسكان، صح كده يا دكتور؟ طيب، وإحنا بنعمل حاجة كريمة، مين المسؤول يا دكتور؟ هيئة المجتمعات، مش كده؟ بقد إيه؟ بعشرات المليارات، بمئات المليارات. طب هي كانت ممكن تروح لوزارة المالية وبعد كده تبقى تتخصص ثاني، صح، بس أنا ما لقيتش ده بالمسار اللي فات ناجح، ما لقيتوش ناجح. يزعل الدكتور معيط؟ ممكن، عايز فلوس عنده عشان يقدر يبقى عنده موارد. لا، هو بقى أسيبه يطحن نفسه، أسيبه يا فندم يطحن نفسه، ايوه ده يطحن نفسه وده يطحن نفسه وده يطحن نفسه عشان نعمل. ادي واحده. فجيت قلت لرئيس الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس معاك كام؟ قال لي معيش. قلت له يا راجل يعني مؤسسه عملاقه زي دي ما يبقاش عندك ملاءه ماليه 300-400 مليار؟ المليارات عندي ملهاش قيمه بالمناسبه، للي بيسمعني عارف الكلام ده، لان الحلم كبير قوي. فقال لي لا. قلت له شوف، احنا عملنا المشروع والاموال اتسددت، مش كده يا دكتور محمد؟ اتسددت بتاعه ال 68 مليار بتوع ال. طب هقول لكم حاجه عشان للفكره، والله العظيم والله العظيم ان ال 68 مليار دول كان ممكن يتدبروا من الدوله، لكن احنا دخلنا الراي العام معانا عشان نعمل حاله مصريه بعد حالة يأس وإحباط عاشت فيها مصر من 2011 لغاية ما أطلقنا المشروع في 2014. مش أغسطس 2014 يا جمل؟ فقلت له خلي كل حاجة تم عليها. قلت له شوف، الفلوس الزيادة اللي بتيجي بقى مش بتاعتك، صح كده؟ دي بتاعت الهيئة، خلاص تعمل لي صندوق تحط لي فيه الفلوس بتاعتك ديت ويتنمى، وما تصرفش كل ما بيصرفش قال لما انا اكون اقول هي كده. طب الصندوق فيه كام النهارده يا دكتور؟ سنتين، مش كده؟ جالي بقى دكتور معيط وجالي الدكتور مصطفى، قال لي يا فندم ده كلام؟ قلت له زي ما وقفت جنبك سيبني اعمل، مش كده يا دكتور؟ النهارده فيه 70-80 مليار جنيه ولسه بنقول يا هادي، سنتين ثلاثه اربعه يبقى عندي 200-300 مليار جنيه في الوعاء ده، تبقى الشركة دي ملاقيتها المالية ايه؟ يا بتوع الاقتصاد قولوا لي افكار اعمل فلوس من اعمل فلوس من اي حد، بس غير ان انا انصب على حد او اخطف حد. لا 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 لا، ده بننصب على حد بنيجي على نفسنا. اتفضل يا دكتور محمد. نفس الكلام مع شركة العاصمة دي. العاصمة وبنته دي منين؟ يا ليه مش مصدقين؟ ليه مش مصدقين ان زيها وعشرة يتعملوا؟ منين؟ دولة بتنمو لما مؤاخذة طلب النمو عليها على الأقل ويصحح لي الدكتور عاصم،
مليون شقه في السنه بامانه، خلي نصهم في الريف ونصهم في الحضر، صح كده دكتور؟ لا بجد، ها يعني 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 هو احنا يعني برضو كنا بنتكلم في الجلسه بتاعت امبارح، احنا محتاجين في ال 30 سنه اللي جايين اكتر من 30 مليون وحده سكنيه. ال 30 مليون دول مش نصهم مش في الريف ونصهم في الحضر، ده بالعكس، احنا محتاجين كمان ننقل كتله كبيره من سكان الريف الى مناطق حضريه، لان الحضر هو المسؤول عن التنميه الاقتصاديه الحقيقيه في الفتره الحاليه. طيب انا بس بقول كده لكم ليه؟ عشان برضو ممكن حد يقول لك ايه، طب هل القطاع الخاص فيه شكل من اشكال المزاحمه ليه؟ انا بقول لكم لا، حجم المطلوب، حجم المطلوب ضخم جدا جدا جدا، وفي بعضه مش هيبقى اقتصادي ليك، مش هيبقى اقتصادي. طب حد يقول لي طب يا فندم يعني ما انت بتعمل للطبقات اللي هي يعني اللي في المناطق الخطره. طبعا تقول لي يعني انت معاك فلوس لكده يا عصام؟ يا جماعه اسيب ابني وبنتي مرمي في الشارع كده يعني كده ونايمين كده وياكلوا كده يا جماعه ده احنا ما ناكلش ونعمل لهم. وده والله العظيم انا بتكلم بجد، والله انا بتكلم بجد. يعني انتوا تفتكروا ان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت لما تهتم بالفقير والمحتاج واليتيم وتساعده هساعدك، تفتكر لو انت بتعمل ده مش هيساعدك؟ اسيبه ازاي يعني؟ طب وانا بقى قلت الكلام ده قبل كده، والله العظيم انا لو جات لي فلوس اول حاجه اعملها هاخد من الطبقات دي يعني كل المستوى احس، اشيل 100,000 وحده واقعدهم، روحوا غيط العنب، انا اسف اني قلت التعبير ده، بشاير روحوا هناك، المكان ده يعني المكان ده اتشال كله دلوقتي بقى مكان تاني خالص، لمين؟ لاغلب ناس في الدنيا. طب احنا دكتور عاصم مش عايز يدفع نصيبه في مشارف يا دكتور مصطفى؟ لا بدفع والله. لا 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 لا، انت عليك ثلاث شهور ب 500 1500. انا حولت بتاع الشهر. انا بقول لك بس حولت بتاع الشهر، معلش اللي احنا بنعمله. لا انا بس يعني مصداقا للحاج بتقوله، احنا 72% من حجم الوحدات اللي انتجناها في السبع سنوات المنقضيه هو في السكن بديل العشوائيات والاسكان الاجتماعي، 72% من الحجم كله اللي احنا انتجناه. بس هذا الرقم، اتفضل دكتور عاصم، هذا الرقم انا بقول لكم يا مصريين يا اللي قلبكم على بعضكم، هذا الرقم لا يساوي شيء في المطلوب. لا يساوي ايه؟ لما بنتكلم على ان الحاله العامه للدوله المصريه هي حاله عوز وفقر، بتترجم لايه؟ شوفوا الناس عايشه ازاي. يعني فانا بس عايز اقول، قلنا للعاصمة أنا عايز أعمل عاصمة ومش عايز أدفع، مش عايز أدفع، معيش فلوس أدفعها. لو قلت دكتور معيت والله العظيم ثلاثة ما يديني حاجة، أنا بحلف. أه والله منين يعني؟ هي ابتسامة عريضة والدكتورة هلا تقول لك حاضر هحول لك، ما تحولش مش كده يا دكتورة؟ بس تحوليش والله حاجة. على كل حال جينا هنا في العاصمة قلت لهم بقول لكم إيه، العاصمة تعمل المنشآت للحكومة مش كده يا دكتور عاصم؟ ونأجرها منها صح؟ وتنمي وتعمل عنصر جذب. عنصر جذب يعني ايه؟ هو المطور الاستراتيجي بيعمل ايه؟ المطور الاستراتيجي بيجي حتة أرض ما تساويش حاجة ويصرف عليها من جيبه قرشين كويسين، تقوم هي بدل من المتر ب 100 جنيه وب 500 جنيه وب 1000 جنيه يبقى ب 2000 و3 و4. يعني أنا النهاردة كان لما بدأت في العاصمة هنا كان المساحه 175,000 فدان، حوالي 750 مليون متر. وكان الطرح اللي موجود ساعتها ان احنا حد يعملها لنا ونديله فرصه ويدينا فلوس على 50 سنه. وكان كل الكلام اللي اتقال وانا بقوله دلوقتي عشان بعد الحاجه ما تتعملت يا دكتور مصطفى يتنسي الفكره. تتنسي الفكره ويتنسي اصحابها. لا انا هعملها. مش كده؟ أنا إيه؟ أنا هعملها. ونعمل إحنا وتبقى المسا دي أول حاجة مين يعملها يا محمد يا زكي؟ الجيش، خش اعمل لي حاجة حلوة قوي هنا. تتعمل. خش اعمل لي مدينة الثقافة والفنون. تتعمل.
خش يعمل لي ساحة الشعب تتعمل، خش يعمل لي المسجد والكاتدرائي. طب أقول لكم على حاجة، أقول يا محمد معلش، قلنا تبرعات للمصريين للجامع والكاتدرائي، تصدقوا بالله والله العظيم ثلاثة ما جالي 10% تبرعات للاثنين. أنا بحلف. كم؟ عشر في المية. يلا ربنا يوفقك، ربنا يا فندم، وربنا يا رب يوفقني، يا رب ربنا يوفقني، يا رب ربنا يوفقني. فقلت لهم بقى الحكومة تخش الشركة تخش تشتغل وتبيع للمطورين، احنا بدأنا اهو تعمل المرافق مش كده، وتعمل الحي الحكومي وتاخد فلوس مننا، وهي اللي بتاخده من الشركات اللي بتبيع لها اراضي ما ناخدهاش، صح كده؟ ما تاخدهاش. ده كله معمول، وزي ما قلت امبارح ولا اول امبارح بنتكلم على 90-100 مليار جنيه موجودين بين كاش وائتمان مؤكد. ولو احنا قدرنا بسرعه نيجي هنا وقوه الدفع بتاعت وجودنا انعكست على الطلب، ممكن الرقم ده يبقى ايه يا فندم؟ مرتين ثلاثه. طب يعني الحكومه ما دفعتش المبلغ ده؟ نفس الكلام لبني سويف، نفس الكلام للعالمين، مش كده يا فندم؟ الله، دي فكرة، ده مسار طرح لإيجاد حل لعدم القدرة على الجذب أو التمويل. أنا بقول الكلام ده خد وقت كتير مننا عشان يعني المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها مهمة أوي، إن احنا يعني نكثف جهدنا ونفكر في أفكار تحل المسألة، مش فقط على قد يعني طيب يعني جم حد من مطورين، انا بقعد مع ناس كتير يعني للشغل، فبيقول لي يعني ايه عايزين نعمل تمويل عقاري منخفض التكلفه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ قلت له طيب تمويل عقاري البنك النهارده بيدي يعني من 8-10%، مش كده ولا؟ وبعض الحاجات اللي هي صغيره البنك المركزي كان عمل شويه تسهيلات للناس. قلت له طب انا لو جيت النهارده عملت تسهيل عقاري لمليون واحدة سكنية ب5%، المليون واحدة دول هيكلفوا قد ايه؟ ده رقم. والتمويل بتاعهم ده قد ايه؟ ده رقم. وتكلفة الفرق بين التكلفة الحقيقية للتمويل وبين اللي انا هوفره للناس، انا هديله 5% 6%، مين يدفعه؟ مين يا دكتور؟ قال لي وزارة المالية. قال لي ايه؟ قلت له ما اقدرش اعمل ده، انا كفايه عليا قوي ان انا اعمل التمويل منخفض التكلفه لصالح اللي هي الفئات الايه، لكن عشان اخلي سوق العقار في مصر يبقى اكبر من كده وياخد شريحه اكبر من كده لازم افكار اخرى، لازم ايه؟ افكار اخرى تطرحوها ونحلها تبقى ممكن قابله للايه؟ للتنفيذ يعني. فانا بقول لي وفي اطروحات كتير كده بتجي لي زي دي، اقول له ما اقدرش، انت بتتكلم من وجهه نظرك انت بس اللي هو المستثمر، لكن انا عايزك تتكلم من وجهه نظر عامه، اقدر اعمل المقترح اللي انت طرحه ولا لا؟ لو انت طرحت طرح اقدر اعمله، ده معناه انك انت حطيت فيه كل الاعتبارات. يعني النقطه اللي بعد كده، تكليف جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه بتكثيف جهود تشغيل الاسر الاكثر احتياجا في مشروعات متناهيه الصغر تساعدهم على تحسين دخولهم. أنا في كل حاجة من دي هديكم أمثلة حية أنا عشتها عشان الناس تبقى يعني إيه، تبقى عارفة إن العنوان ممكن يبقى جميل بضيع وقتكم والله العظيم، بس أعمل إيه بقى؟ لحسن حد قلنا نعمل مدينة الأساس في دمياط عشان ننقل صناعة الأساس في مصر لمنطقة تانية، ويبقى في عمل مؤسسي وفي دعم من الدولة ليه يقدر ينجح ونخش في مستوى تاني غير اللي إحنا ماشيين فيه بقى لنا سنين طويلة.
دول كتير جدا بتشتغل وعندها قواعد صناعية أقل مننا زي اللي في دمياط وفي مدن كتير في الدلتا وفي الصعيد، بتنتج يعني بننتج أساس، لكن مش قادرين نعمل مواصفة تبقى منافسة وتكلفتها أقل. فقلنا نعمل مدينة الأساس ديت، عملناها. لما جينا عملناها، ده مسار احنا عملناه. طيب وعملنا الهناجر وعملنا كل حاجة تبقى للإيه؟ للي احنا متصورين انه ممكن ينجح. طب اهلنا في دمياط جم يا دكتور؟ لا. طب ليه؟ لان دراسه الموضوع البيئه الاجتماعيه كانت بتقول ان الراجل اللي بيشتغل في البيت فوق بينزل يشتغل في الورشه تحت، ويطلب الشاي يبعته له، يطلب الغداء ينزله له، تعبان شويه يطلع ينام. فلما احنا عملنا الكلام ده، احنا عملنا مدينه بس، فما عناصر أخرى فقدت في الدراسة، ما تحطتش في الاعتبار، مش كده؟ فحجم الطلب وحجم الجهة. ثم في تحديات كتير جدا عايزة تتعمل. أنا بتكلم على فكرة واحدة لمدينة بتقول إن هي ممكن تعمل صناعة الأساس نقلة مناسبة. تحط بقى، عايز تجيب حد يجيب خشب بسعر مناسب، مستلزمات الصناعة بسعر مناسب، كلام من هذا القبيل يعني. ودينا انا بجبت على كلمه اللي احنا نشجع الصناعات الصغيره والمتوسطه، ايوه، بس ده موضوع بيبقى فيه نظره شامله مننا كلنا، من الدوله ومن اللي هيشتغل في الموضوع ومن رجال الصناعه. انا بعمل صناعه اقدر اشغل عندي في الصناعات الصغيره دي، تديني مستلزمات ليا ل 20 30 مصنع. لازم تعمل كده معايا وتشجعهم وتطول بالك عليهم وما تزهقش منه يعني. فاحنا محتاجين النقطه دي برضو، يعني ان احنا نساعد على تحسين دخول هذه الفئه. انا قلت تكليف الحكومه بتشكيل مجموعات عمل تضم كافه التخصصات، اللي هو اللي انا اتكلمنا قلته في الاول، ان احنا محتاجين يعني بعد المؤتمر ده، ومش ده بس، وبقول للدكتور ضياء انتوا عملتوا الحوار وشغالين فيه، وبقول لك تاني بطلب منك يعني. صحيح، كمل بقى، هات المغزى مؤتمر للدين ونقعد برضه نتكلم كده، ونتكلم بمنتهى الصراحة، اللي رافض واللي هيتهمنا ان احنا مش مسلمين ولا متدينين، واللي يقول لا والله انتوا ناس كويسين ممكن ربنا يسامحكم، هاتوا ده وهاتوا ده. انا بتكلم بجد والله، لازم نعمل الحوار ده دكتور ضياء. تقول لي ما احنا بنتحاور، الموضوع ده بقى محل نقاش داخل القضيه. انا بكلم اسلام ومسيحيه، بكلم ايه؟ مش اسلام بس، مش احنا هنا مواطنين كلنا ولكل واحد بعقيدته. طب اقول لك على حاجه ثالثه صعبه قوي والله، انا صادق، حتى اللي بيقول ما فيش، حتى ايه اللي يا دكتور مصطفى بيقول ما فيش ايه، قول، هو انا خايف انك انت تقول كده حد يجي معاك؟ انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ ده العزيز تيجي له زاحف مش هزقك عليه. عرفتوا ليه بختلف مع التيار؟ ربنا ما حدش يزق حد عليه، هو اعز واكرم واكبر من كده. ربنا انت تجري عليه، لان بتجري على الخير كله، بتجري ايه؟ على الخير كله. يبقى انا افتح المجال لنقاش حتى للي بيقولوا ما فيش. اه طبعا، هو انا ما عنديش منطق ولا حاجه، مش انا لا، انا بكلم انا احنا. طب انت شايف ما فيش؟ طب ما هو قال عنك قبل من 1000 سنه ان هيبقى في ناس بتقول ما فيش، ما تجيبش جديد يعني. وعايز مش عايز ربنا اشفق عليك، تريح اشفق عليك انك يفوتك الغالي. يبقى لابد ان الفهم والنقاش الديني المتعمق لاصلاح، بالمناسبه المفروض ان بفضلك يا رب ان التجربه والمسار اللي احنا بنعمله ده يبقى في وقت من الوقت، ما اعرفش امتى، هو عباره عن يعني مثل، نموذج
للناس بتعيش مع بعضها ازاي وبتتكلم مع بعضها ازاي. يبقى انا ما اقدرش اغفل الجانب ده واطرح له حاجته والناس تتكلم فيه وتقول ما شاءت فيه، اللي بيأيد واللي بيرفض واللي رافض خالص ولا حاجه. نسمع ويجي في التلفزيون هو يقول كده ايوه، يعني يقول كلام مش لطيف يا محمد، ما يقول ده مش رأيه. يبقى لينا كلنا ده الحوار اللي المفروض ان انا في تقديري محتاجين نكمل على اللي احنا بنعمله اللي احنا بنعمله. نفس الكلام، ما تسمع من غير تأفف للآخر. الآخر اللي انا اقصده يعني اللي هم مهتمين في الإسلام والمهتمين في المسيحية، يقول كلامه ويرد عليهم متخصصين في كل شيء، سواء كان من مؤسسات دينية أو مواطنين عاديين عايزين مش عاجبهم كلام، مفكرين مثقفين مش عاجبهم، ماله قولوا. لكن أنا أتصور إن إحنا محتاجين ده، ويبقى في قضايا محطوطة بعينها لهذا النقاش. يبقى أتصور إن إحنا إذا كنا عايزين ننتهي بالحوار الوطني إلى 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 إن هو بيعيد تشكيل وصياغة وتجميع رأينا العام في مصر، يبقى كل واحد من دول ياخد حقه. يبقى زي ما احنا قعدنا كده وكلمنا وسمعنا بعضنا، نيجي في الحتة دي ونقعد ونسمع. نفس الكلام للإعلام، وكأنك أنت فين عماد؟ أستاذ عماد إزيك؟ وكأن أنتوا زي الفل يعني، أكن أنتوا إيه؟ أنتوا زي الفل؟ طيب لا، احنا بنتكلم يا جماعة ان كل مؤسسات الدولة محتاجة ان احنا نناقش بمنتهى الشفافية والاطمئنان والقبول. واذا كنتوا بتتكلموا على حرية حقيقية وانفتاح حقيقي، لما تيجي تهاجمني يا استاذ عماد مش هزعل منك، لان بتقول وجهة نظرك وانا دافع عن نفسي. طب ما اقنعتكش، طب هعمل ايه؟ يعني طبيعي يعني. فاقصد اقول يا دكتور، بما انك انت ومسؤول معانا في ده، لو سمحت لا حط لنا كل الملفات واطرحوها ونتكلم فيها ونقعد. هيمد الموضوع ده ياخد له اسبوعين ثلاثة كمان شهر، لا بأس نتكلم ونسمع بعضنا البعض. احنا قلنا طبعا الاستجابة لكل اللي قالته يعني القطاع الخاص والمستثمرين، ايوه احنا معاكم، لان احنا بيكم هنطلع لقدام. يعني اوعى تكون محصله الكلام اللي انا قلته خلال الفتره اللي انا كلمت فيها معاكم دي ما تشجعكش على انك انت، لا دي بلدنا بتاعتنا كلنا وليكم كلكم، مش بتاعتي ولا بتاعت الحكومه ابدا، بتاعتنا كلنا. يبقى احنا قلنا النتيجة بتاعت المؤتمر دي تخلينا ان احنا ننفذه سنويا هو ومؤتمرات اخرى. خلونا دايما نتقابل كده ونتكلم كده وكل واحد يقول اللي عنده. المرة الجاية عايز يبقى موجود شباب هنا ويتهمونا ويزعقوا لنا، قول واحنا ندافع، حقهم علينا احسن ما يزعقوا في الشارع يزعقوا لنا احنا. ما هم برضو خايفين لو كنا احنا هناخدهم على نضيعهم يعني. والله ما هم بيقول لك طب بكره بتاعنا، طب انتوا بتاعكم خلص وخلاص يعني، طب احنا مش ضامنينكم بقى هتودونا على فين. لا نسمعهم يعني. مره تانية كل التحيه والتقدير والله والاحترام لكم، ووجودكم وخطوتكم عزيزه علينا وعلى مصر ان انتوا تبقوا موجودين هنا الثلاث ايام دول، وكل كلمه قلتوها وكل فكره طرحتوها مقدره ومقبوله، ونرجو من الله سبحانه وتعالى انه يجازيكم عنا خير، ويكون المؤتمر ده هو مقدمه لنجاح للدوله المصريه اكتر واكتر. معا 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 نستطيع، معا نستطيع.